صباح الخير يا شباب، ازيكم؟ صباح الخير، وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش اتأخرت عليكم، بس كان عندي اجتماع لسه خلصان حالا. فخلونا نبدأ. هو الحقيقة في كام تنبيه مهم كنت عايز أقول لكم عليهم بخصوص الكويز والميد تيرم والأساينمنت اللي أنا نزلته امبارح. بس خلونا نبتدي المحاضرة ونأجل دول في الآخر، يعني عشان بس إيه لو حد عنده أي ارتباطات بعد المحاضرة يلحق يعملها، وأنا ممكن أقول للباقيين يعني وأنتوا بلغوا بعض. طيب خلونا نبدأ. زي ما اتفقنا قبل كده، إحنا المنهج بتاعنا كله بنتكلم فيه على الديفرنشال ايكويشنز، وقلنا التعريفات بتاعتها وشفنا طرق حلها المختلفة وشفنا أنواعها وتصنيفاتها وازاي ممكن نحل معادلات رتبة أولى ورتبة تانية وكمان لينير من رتب أعلى، وخدنا طرق لحل المعادلة الهوموجينيوس اللينير، وخدنا كمان طرق حل المعادلة النون هوموجينيوس سواء بالفاريشن اوف بارامترز أو بالأوبريتور. واحنا كده تقريبا خلصنا الجزء الأولاني بتاع الأوردينري ديفرنشال إيكويشنز وطرق حلها باستخدام الطرق الرياضية المختلفة. ونزلت لكم امبارح اساينمنت على الجزء ده اللي حابب فيكم يحب يتمرن، وكمان نزلت لكم التوتوريالز المسائل اللي انتم بتحلوها في السكيشن نزلتها لكم برضو عشان تبقى معاكم، علشان يعني اللي حابب فيكم يحلها تاني او ما لحقش يكتبها او ما حضرش لاي سبب يقدر يبص عليها. وان شاء الله برضو هبقى انزل لكم الجزء الجديد اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ده برضو خلال الاسبوعين الجايين دول. كله على طيب الاماس صح؟ كله على ال ام اس. كله على ال ام اس. طيب النهارده هناخد الحقيقه حاجه مختلفه شويه بس هتنفعنا جدا جدا في الكورس، اللي هي لابلاس ترانسفورم. لابلاس ترانسفورم ده هو احد انواع التحويلات، وهنتكلم عنه بالتفصيل يعني الممل دلوقتي، وهنشوف هو هينفعنا في ايه، ايه علاقه لابلاس ترانسفورم بالديفرنشال ايكويشنز. فهنتكلم على لابلاس ترانسفورم وهنشوف ازاي هيساعدنا جدا في حل الايه الديفرنشال ايكويشنز. يعني في خلال استعراضنا لابلاس ترانسفورم، لابلاس ترانسفورم تقريبا يعني هياخد مننا اربع محاضرات تقريبا قد الاوردينري ديفرنشال ايكويشنز. بس يعني المحاضرات مختلفه، هيبقى فيها جزء بيتكلم على لابلاس ترانسفورم نفسه، يعني ايه لابلاس ترانسفورم وبيتكون من ايه وبينتمي لانهي عيله من الترانسفورمز. هناخد كمان لابلاس ترانسفورم وتطبيقاته، او يعني لابلاس ترانسفورم لما نجيب لابلاس ترانسفورم ونحول بيه الدوال الاساسيه اللي احنا بنستخدمها دايما. هناخد كمان الانفرس لابلاس ترانسفورم العكسي. هناخد ازاي نقدر نحل، وده الجزء الحقيقه اللي يهمنا جدا، ازاي نقدر نحل ديفرنشال ايكويشنز بطريقه سهله جدا باستخدام لابلاس ترانسفورم. بعد كده هناخد نوعين كمان من الدوال، هنجيب لهم لابلاس ترانسفورم، حاجه اسمها اليونت ستيب فانكشن، هنعرف يعني ايه اليونت ستيب فانكشن وازاي نحسب لها لابلاس ترانسفورم بتاعها. وهناخد كمان لابلاس ترانسفورم للدوال البريادك فانكشن. فده تقريبا المواضيع اللي احنا هندرسها في خلال التلت التاني من المنهج، كلها بتتركز على لابلاس ترانسفورم وتطبيق لابلاس ترانسفورم في حل المعادلات التفاضليه. طيب طبعا كلمه لابلاس ترانسفورم اكيد يعني ناس كتيره في دماغها السؤال، هو يعني ايه ترانسفورم وايه لازمه الترانسفورم؟ واحنا اتفقنا مع بعض كده يا ريت ان احنا ما نسالش نفسنا خالص ازاي كده كده هتتعلمها، نسال نفسنا ليه، هو احنا ليه بنتعلم لابلاس ترانسفورم، هو ليه لابلاس ترانسفورم مهم، طب هو عباره عن ايه لابلاس ترانسفورم، طيب استخداماته هنعمل بيه ايه، يعني هيفيدنا ازاي في الكورس وهيفيدنا ازاي بره الكورس اللي احنا بناخده. كل الاسئله دي المفروض بعد ما نخلص يا ريت كده تبقوا ايه تكتبوها وتلاقوا اجابات ليها، مش بس في الرياضه، لكل جزء، لكل منهج عندكم ولكل جزء جوه كل منهج. لان انتوا في هندسه زي ما اتفقنا، احنا هندسه هي تطبيقات لعلوم الاساسيه في مجال التطبيق، يعني احنا بناخد ابلكيشنز طالعه من علوم اساسيه زي الفيزياء والرياضه وبنطبقها في الحياه العمليه
هي اللي بتعمل لنا الروبوتس، وهي اللي بتعمل لنا الكوميونيكيشن، وهي اللي بتعمل لنا الالكترونكس. كل ده نابع اساسا من الرياضه والفيزياء. فيا ريت نسال نفسنا دايما السؤال ده عشان نغير الطريقه اللي احنا بنتعلم بيها. ما يبقاش الموضوع مجرد ان انا باخد طرق حل مسائل، ابقى انا بحل سيركت وانا مش فاهم السيركت دي بتعمل ايه اصلا. فلما هيطلب مني اعمل ديزاين لسيركت مش هعرف، يعني مش هعرف انا ابتدي منين، لان انا متعود ان انا بشوف سيركت واحلها، لكن العكس طب اعمله ازاي؟ فدايما دايما خلوا في دماغكم الايه الاسئله دي. طيب حد عنده فكره كده؟ تعالوا نتناقش شويه. حد عنده فكره يعني ايه كلمه ترانسفورم؟ يعني لابلاس ده معروف طبعا، ده عالم فرنسي مشهور قوي في مجال الرياضه، وليه اسهامات كتيره جدا في المجال بتاع الماثيماتكس، وهتسمعوا عنه كتير يعني في مجال الهندسه. اللي هيتعمق فيكم شويه هيسمع عن حاجات كتيره وعامل، بس لابلاس عامل ترانسفورم. فتعالوا نسال بعض كده يعني ايه ترانسفورم. حد عنده فكره ايه هو الترانسفورم؟ انك تحول من حاجه من حاجه لحاجه. حول حاجة من حاجة لحاجة. طب يعني عايزين نبقى محددين بس أكتر، سنة صغيرة. تحول من function من لدالة لfunction في دالة مختلفة. تمام، أحول دالة لدالة مختلفة. ماشي. طيب حد عنده أي إضافة أخرى؟ بيبقى عندي صورة الحاجة يا دكتور، مثلا عاملة لي هي معقدة مش هعرف أحل البروبلم اللي عندي إلا لو حولتها لشكل تاني يؤدي نفس الوظيفة بس هو أسهل شوية، زي مثلا في السيركتس كنا بنعمل حاجة اسمها سورس ترانسفورميشن. يعني هي حاجة ممكن تكون بتستهلك نفس الباور، بتعمل نفس الوظيفة بس هي في شكل تاني أو فيها حاجات تانية مش نفس الحاجات اللي فاتت. تمام، دي فكرة يعني اللي قاله يوسف ده كويس برضو، مع اللي قاله كريم. كريم قال الترانسفورميشن او الترانسفورم هي حاجه بتحول من داله لداله اخرى، او من شكل لشكل اخر. يوسف قال ان احنا بنستخدم الترانسفورم ده لان احنا لما بنحول المشكله بتاعتنا لمجال تاني بيبقى حق الحل اسهل فيه، او بنكسب ميزه ما. طيب حلو جدا. هو اللي انتوا قلتوه ده الحقيقه يعني بيلخص فكره الترانسفورم واستخدامه كمان والهدف منه يعني بطريقة لطيفة جدا. طيب لو محدش عنده إضافة ممكن نشوف يعني إيه ترانسفورم كده. تعالوا نبتدي بالإنترودكشن. فكرة الترانسفورم هي لو أنا عندي شكل بالمنظر ده، شكل مثلا ريكتانجل أو مستطيل، عايز أعمل عليه أوبريشن زي الروتيشن اللي قدامنا دي، فممكن أبتدي ألفه بزوايا مختلفة، سواء زاوية قايمة أو زاوية مثلا 45 درجة أو 135 درجة، بحيث إن أنا ألف الشكل بتاعي ده في اتجاه عكس عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة بزاوية معينة. فاللي أنا عملته ده بيسموه ترانسفورم. الترانسفورم ده الحقيقة بيحافظ على الشكل اللي قدامي، يعني الشكل اللي قدامي ده زي ما انتم شايفين هو نفس الشكل ما اتغيرش، هو بس اللي حصل له كله ان هو اتغير الاورينتيشن بتاعه، اتغير المكان بتاعه. فده نوع من انواع الترانسفورم اللي بيحافظ على الشكل بس بيحول، بيغير في البوزيشن او في الاورينتيشن بتاع الشكل اللي انا بتكلم عليه. طيب في نوع تاني برضو بيحافظ على الشكل وبيحافظ على المساحة أو الحجم يعني، وفي نفس الوقت بيحافظ على الأورينتيشن، اللي هو الشيفت. يعني لو أنا خدت الشكل ده عملت له شيفت ناحية اليمين بمقدار 5 أو ناحية الشمال بمقدار 10، فأنا محافظ على كل حاجة، أنا محافظ على الشكل، محافظ على الأورينتيشن، مفيش أي نوع من أنواع الدوران، محافظ على الحجم، مفيش أي حاجة اتغيرت، الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت هي المكان بس، البوزيشن بتاعه. ففي نوع من انواع الترانسفورم بتنقل الشكل، يعني فكره الترانسفورم هي فكره التحويل او النقل، بتنقل الشكل لشكل اخر زيه بالظبط بس بعيد عنه مسافه كذا، زيه بالظبط بس معمول عليه اوبريشن ان انا عملت له روتيشن بانجل معين. طيب في نوع تاني مثلا ممكن نعمله على اشكال برضو او التحويل اخر، يعني ان انا ممكن اعمل سكيلينج. فكره السكيلينج هي ايه؟ هي ان انا اصغر او اكبر. فممكن مثلا ناخد الشكل ده نضربه في نص، نضرب المساحه بتاعته في نص، او نضرب طول كل ضلع في هاف،
الاقي طلع لي شكل بالمنظر ده مثلا. كويس، فالسكيلينج ده زي ما انتم شايفين بيحافظ على الشكل، بيحافظ على الاورينتيشن، مفيش اي دوران، مفيش اي شيفت، بس صغر لي الشكل نفسه. كان ممكن بنفس الطريقه يكبر، كان ممكن بدل ما اضرب في نص اضرب في واحد وربع بس، او في اثنين، او في واحد ونص. فهلاقي ان الشكل بتاعي ده بدل ما يتحرك او بدل ما يلف، لا هو بس صغر او كبر في نفس مكان. فباختصار دي انواع الترانسفورم، او في انواع يعني من الترانسفورم بتحصل على الاشكال الهندسيه، بتحول لي الشكل الى شكل اخر. الشكل الاخر ده بقى بيتحمل عليه اوبريشن، ما قد تكون الاوبريشن اللي حصل دي مجرد روتيشن بانجل، قد يكون شيفت ان هو اتحرك في مكانه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال او فوق او تحت. قد يكون ان انا عندي سكيلينج، ان انا صغرت الشكل او كبرت الشكل. فالحقيقه الفكرة دي كلها دي فكرة الترانسفورم، هي تحويل الشكل إلى شكل آخر. قد يكون زي ما شفنا في كل التحويلات اللي قدامنا ده، أنا كده كده بحافظ على الشكل بتاعي، بس ممكن أغير حاجات تانية، ممكن أغير مكانه، أغير الاتجاه بتاعه، أغير الحجم بتاعه. فده نوع من أنواع الترانسفورم اللي بيحول لي شكل إلى شكل آخر. طيب زي ما انتم شايفين دي دايره مركزها نقطه الاصل والاوريجن يعني، ونص قطرها ايه من المعادله اللي قدامنا دي، وده خط مستقيم معادلته اكس بتساوي ايه. ايه رايكم، مين تفتكروا اسهل في التعامل؟ يعني لو انا عايز اعمل شويه عمليات على ده ولا على ده، تفتكروا مين اسهل، ده ولا ده، الدايره ولا الخط المستقيم؟ الخط المستقيم. الخط المستقيم اسهل طبعا، الدايره عشان اعمل عليها اي اوبريشن زي ما انتم شايفين المعادله داخل فيها تربيعات، والعلاقه دي اصلا يعني في النص اللي فوق y بتساوي جذر a squared minus x squared، وتحت minus square root بتاع x squared minus a squared. في حين ان هنا المعادله سهله خالص، المعادله دايما x بتساوي a، فعايز احركها يمين احركها شمال الفها بلف خط مستقيم، الموضوع بسيط خالص. طيب فانا لو انا عندي دايره بالشكل ده عايز اعمل عليها اوبريشنز، اسهل لي في بعض العمليات يعني ان انا احولها للشكل ده. طب يا ترى هل في تحويل يغير الشكل خالص كده؟ هل في تحويل يغير لي من دايره يخليها لي خط مستقيم؟ يعني هل في حاجه ممكن تعمل التحويل ده؟ يعني المره اللي فاتت في السلايد اللي فات احنا كنا شفنا ان التحويل بتاعي حافظ على الشكل، لكن المره دي ده نسف الشكل خالص. ده كان عندي دايره واي زيرو دايما، ان انا اخلي الواي بزيرو. لا انا مش عارف اسمها يا دكتور، بس ممكن ان احنا هنفرد الشكل بحيث طول الخط يساوي محيط الدايره، ممكن نفرد الشكل. طيب حد عنده اقتراحات اخرى؟ بص حد عنده فكره شكل ثاني نعمل. نعم. فانكشن بيختار بيخلي الواي بصفر والاكس والاكس بيخلي الاكس يعني بيخلي الاكس وبيلغي الواي. تمام. طيب حد عنده حاجه اسهل بكده بكتير وانتوا درستوها؟ هي مش دي اكنها بروجكشن على يعني من الزد اكسس، ان انا ببص على السيركل من الزد اكسس فشايفها خط. لا انت لما بتبص على السيركل من الزد اكسس هيبقى خط طوله فاينايت، هيبقى خط من ماينس اي لغايه اي، لكن الخط ده كونستنت ملوش اي رينج زي ما انت شايف، ممتد من نيجاتيف انفينيتي لغايه بوزيتيف انفينيتي. ممكن اخلي قيم الاكس كبيره قوي مقارنه بالواي فالواي تبقى صغيره من الجهه. لا الحقيقه يعني الاجابه كلمه واحده وكلمه انتوا درستوها كمان بالتفصيل الممل، غريبه قوي انكم مش قادرين تربطوا ما بين partial differentiation او حاجه زي كده. لا يا وليد، لا يا كريم سوري، مش بتخمن. لا مش partial differentiation خالص. ايه رايكم، ايه الترانسفورم اللي انتوا خدتوه وخدتوا القوانين بتاعته كمان يحول دايره لخط مستقيم؟ اللي هو في الكونيك سيكشنز لما احنا كان عندنا
نسيت اسم الترانسفورم. معقولة ما حدش فاكر خالص؟ ده انتوا قعدتوا تدرسوا فيه ترم بحال. في ماث 2 كمان هسألها لكم يعني. حد فاكر كده انتوا درستوا ايه في ماث 2 او ماث 1 حتى؟ كونيك سيكشنز، انا عارف ان هي في الكونيك سيكشنز، انا بس نسيت ايه كانت. لا مش في الكونيك. لا لا، موضوع ابسط من كده بكتير. طيب ايه رايكم ان ده الحل ببساطه شديده؟ البولر، البولر هيعمل ايه في الجزء ده؟ البولر عندي ان r بتساوي السكوير روت بتاع x سكويرد بلس y سكويرد، ف x سكويرد بلس y سكويرد دي بتساوي r سكويرد، ف r سكويرد بتساوي a سكويرد، ده معناها ان r بتساوي ايه؟ r بتساوي ايه دي لو انا برسم في ال r ثيتا دومين، دي معادله خط مستقيم. تمام؟ فالايكويشنز اللي قدامنا دي، دي بتعمل ترانسفورميشن للكارتيزيان كوردينتس الى البولر كوردينتس. الشكل السيركل حضرتك انت كنت كده رسم الاكسس اكسيس بالاكس والواي، فقلنا في نفسنا يعني ازاي هحول الاكس لاي. طب ما انا ممكن ارجع اسمي دول زي ما انا عايز، ممكن اسمي دي اكس ودي واي، انا حر يعني. ممكن اسمي دي اكس كابيتال ودي واي كابيتال، هتزعل؟ لا بس انا افتكرت يعني ان هي الاكس اللي هنا هي الاكس اللي هنا. بس انا غلطت. طيب زي ما انتم شايفين هنا التحويل البولر ده، المعادلتين دول يحولوا لي في الكارتيزيان كوردينتس الدايره بتتحول لخط مستقيم بالشكل ده، اللي كان معادلته اكس سكويرد بلس واي سكويرد بتساوي اي سكويرد بتتحول لار بتساوي اي. طبعا التحويل اللي بالشكل ده بيغير لي خالص الشكل اللي كان عندي اصلا، يعني بيحول دايره لخط مستقيم مش زي اللي فاتوا. الاشكال اللي احنا كنا شفناها قبل كده بتحافظ الى حد كبير، او التحويلات سوري بتحافظ الى حد كبير على الشكل، سواء صغرته سواء كبرته سواء لفيته سواء حركته من مكانه، كل ده الشكل نفسه لسه بتحافظ عليه. لكن هنا الشكل نفسه من دايره اتحول لخط مستقيم. طيب يا ترى هل الاوبريشنز اللي بعملها هنا بتناظر نفس العمليه هنا؟ بمعنى ان انا مثلا هل لو انا حركت الخط ده ناحيه اليمين شويه، هل الدائرة دي هتتحرك معايا ناحية اليمين ولا هيحصل لها حاجة تانية خالص؟ ايه رأيكم؟ لو انا حركت الـ R دي مثلا من R بتساوي A لـ R بتساوي 3 على 2 A، ايه اللي يحصل للدائرة دي؟ هتكبر بمقدار 1.5 منها. بالظبط بالظبط، هيكبر الراديوس بتاعها بمقدار 1.5، لأن الـ R هنا ده الراديوس، ده بيعبر لي عن نص القطر هنا. فلو انا حركت ده مسافه كده نص ايه كمان، بقى ار بتساوي 3 ايه على 2، الدايره دي الايه هنا هتتبدل ب 3 ايه على 2، فهتلاقي الراديوس بتاع الدايره دي كبر بمقدار 1.5 بالشكل ده. يعني التغيير هنا ان انا اكبر الدايره في الاكس واي دومين بيناظر مجرد شيفت بالشكل ده في الار ثيتا دومين. طبعا زي ما انتم شايفين يعني اللي بنستفيده من القصه دي ان في مش كل التحويلات لطيفه وبتحافظ على الشكل زي التحويل اللي فات، لا في تحويلات بتنقل الشكل بتحوله لشكل تاني خالص. الحقيقه هي بتنقل لي من دومين زي ما انتم شايفين الدايره هنا معطاه بدلاله اكس وواي لدومين تاني خالص، الدايره هنا معطاه بدلاله ار وثيتا. فالتحويل ده اللي من النوع ده بيغير الشكل خالص وبيحول لي من دومين اكس واي كارتيزيان لبولر دومين اللي هو ار وثيتا. حتى الاوبريشنز اللي بتتعمل دلوقتي بقت مختلفه، لان هنا الدنيا مش لينير خالص، يعني التحويل ده مش لينير، التحويل ده داخل فيه 10 ماينس 1 وداخل فيه سكوير روت. فبالتالي لو انا عايز اعمل مثلا عمليه زي ان انا اكبر او اصغر، هيناظرها عمليه شيفت او مجرد ان انا احرك الخط ده ناحيه اليمين او ناحيه الشمال لو عايز اكبر او اصغر الدايره بالشكل ده. فطبعا واضح ان التعامل زي ما انتم قلتوا في الاول في حاجه زي التكبير والتصغير مع الخط ده اسهل بكتير قوي من ان انا اتعامل مع الدايره دي كلها. يعني ممكن حد يقول لي انت ممكن تاخد الدايره دي تحولها للار ثيتا دومين وعايز تكبرها، والله اعمل شيفت هنا وبعد كده ارجع تاني استخدم التحويلات العكسيه ورجعها. يعني العملية الشيفت دي سهلة جدا، وانا مجرد ان انا هزود على الاي دي نص خلص.
فبالتالي فكرة الترانسفورميشن دي أو الترانسفورم زي ما انتوا شفتوها كمان قبل كده في البولر كوردينتس، لما كنت بحول التكاملات الدبل انتجرال والتريبل انتجرال سواء للإحداثيات البولر أو للإحداثيات السلندريكال كوردينتس، كانت بتسهل لي جدا التكامل. كان في تكاملات في الكارتيزيان بحلوها في صفحة وصفحتين، وفي البولر تتحل في سطر واحد زي ما شفتوا في السنة اللي فاتت في مات 2. ففكرة الترانسفورم إنها تحويل، بتحول لي سواء دالة سواء شكل من دومين إلى دومين آخر. ليه بنعمل التحويل ده؟ بنعمل التحويل ده لأن في بعض العمليات في الدومين الجديد ده بتبقى أسهل بكتير قوي من إن أنا أعملها في الدومين الأصلي. يعني في بعض التكاملات في الكارتيزيان ما بتتحلش نهائي، ملهاش حل أصلاً، لكن لو نقلتها البولر تتحل في سطرين. فبالتالي التحويل ده او الترانسفورميشن ده من دومين الى دومين بيكسبتي حاجه، تمام؟ فعشان كده نوع الترانسفورم ده او الترانسفورميشنز دي مهمه جدا في فكره انها تحل لنا حاجات ما كناش نعرف نحلها، او تسهل لنا خطوات ما كناش نقدر نعملها في الدومين الاصلي. طيب حد عنده سؤال لغايه كده قبل ما نكمل؟ تعالوا نشوف كده السيجنلز. يعني تعالوا نشوف بقى احد الحاجات اللي بنهتم بتحويلها جدا وبتفرق معانا قوي، السيجنلز. يعني ايه سيجنال؟ يعني سيجنال زي الصوت مثلا. تفتكروا ايه الفرق ما بين السيجنال وما بين الفانكشن عموما؟ او يعني ايه سيجنال؟ حد عارف يعني ايه سيجنال؟ انتوا خدتوا ماده سيجنلز اند سيستمز ولا لسه السنه الجايه؟ احنا ما خدناش سيجنلز، بس السيجنال يعني الإشارة، إنك معلومات تديها الكمبيوتر. تمام. طب لو أنا اتكلمت بعتها الكمبيوتر، لو أنا اتكلمت زي الراجل اللي مرسوم قدامنا ده، لو هو بيزعق مثلا، الصوت بتاعه ده سيجنال ولا مش سيجنال؟ أنا ما بعتوش لكمبيوتر، هو مجرد اتكلم وأنا بسمع وأنت بتسمعه الناحية التانية، هل الصوت ده سيجنال ولا مش سيجنال؟ سيجنال. طيب سيجنال. حلو. إيه تعريف السيجنال بقى؟ طير الصوت بيعمل إشارة، حاجات انا بفهمها. هو عشان الصوت عباره عن ويف، ممكن السيجنال تبقى برضه عباره عن اشاره، عشان لما يقولوا مثلا سيجنالينج اكمباك مثلا، يعني ايه؟ بيشاور او بيشير الى الرجوع، فسيجنال يعني اشاره. طيب سيجنال يعني اشاره. طب تعالوا نحط للسيجنال تعريف بس كده مختلف شويه. السيجنال الحقيقه هي عباره عن زي، يعني ممكن نقول، ممكن نعرفها مثلا احد تعريفات يعني السيجنال انها فانكشن، والفانكشن دي بتحتوي على انفورميشن، كويس؟ فعلشان كده دي تقدر تجمع لكم كل اللي انتوا قلتوه. يعني لو انا بتكلم صوت، الصوت ده فيه معلومات. ايه المعلومات اللي انا بقولها؟ المعلومات هي الكلام، هي المحتوى اللي انت بعته، اللي انت عايز توصله اللي انت بتكلمه. البيتس اللي انا ببعتها للكمبيوتر، الزيروز والون، هي عباره عن فانكشن، والفانكشن دي شايله معلومات برضو. فزي ما انتم شايفين كده، الصوت بتاع الشخص ده انا اقدر اعبر عنه كداله في التايم. الداله دي بتعبر عن شده الصوت مع التغير في التايم. هلاقي هنا ده الاوقات اللي هو كان بيزعق فيها، الصوت عالي جدا، التون بتاع الصوت عالي، وبعد كده هدي شويه، ابتدى يهدى بعد الزعيق، وبعدين عالي تاني، اتنرفز تاني، وبعدين ابتدى صوته يهدى، وبعدين صوته ابتدى يعلى تاني، وهكذا. التغير في الامبليتيود بتاع الصوت اللي انت بتتكلم بيه ده هو ده السيجنال بتاعتك. دي احد التعريفات بتاعت السيجنال. في تعريفات اخرى طبعا، بس يعني التعريف ده انا بالنسبه لي الالطف. يعني السيجنال زي ما انتم شايفين هي داتا، هي مجموعه من البيانات، يعني او فانكشن ما، او شويه نقط من الكيرف ما، بيحمل مجموعه من الانفورميشن او المعلومات. قد يكون السيجنال دي بقى 1 دايمنشن فتكون زي الصوت، قد تكون 2 دايمنشن تكون صوره، قد تكون 3 دايمنشن فتكون فيديو. كل ده انفورميشن متشاله جوه وعاء ما، الوعاء ده اسمه السيجنال. طيب نفس الكلام بالنسبه للكمبيوتر، زي ما انتوا قلتوا او زي ما كريم قال، يعني الستريم اوف بيتس اللي انا ببعته ده، لو ده الزيرو وده ال1، السيجنال دي قد تكون فولتج،
غالبا على فكره بتكون فولتج، يعني ده بيبقى الفولت الزيرو ليفل بتاع الفولت، وده ال5 فولت مثلا او 1 فولت او 1.2 فولت. ده بيعبر لي عن زيرو انفورميشن وده بيعبر لي عن 1. فلو انا جيت بعت السيجنال بالشكل ده زي ما انتم شايفين، دي فانكشن في التايم بورد، ده فولتج وده فولتج، بس كل فولت من دول حامل معلومه. الجزء ده حامل ان هنا زيرو، ده شايل معلومه ان هنا واحد، ده واحد، وهكذا. فلما انا ببعت السيجنال دي للكمبيوتر كاني بعت ستريم اوف بيتس او انفورميشن بالشكل ده. الانفورميشن دي بقى ممكن تترجم لرقم، تترجم لحرف، تترجم لاي حاجه. فده باختصار التعريف بتاع السيجنالز. العلم بتاع السيجنالز ده الحقيقه وفكره الداتا دي هي تقريبا العصر اللي احنا فيه دلوقتي قايم كله على فكره الداتا. يعني كل المعلومات اللي احنا دلوقتي وانا بكلمكم واحنا بنبعت لبعض ملفات وانتم بترفعوا حل الاساينمنت، كل دي داتا متشاله في اوعيه مختلفه، والداتا دي بتترفع بتوصل لنا، بنعمل بيها كوميونيكيشن، بنعمل عليها بروسيسنج. الداتا، الصور اللي انتم بتبعتوها على الفيسبوك، البوست اللي بتتعمل على تويتر، كل الحاجات دي داتا، سورت اوف داتا. والداتا دي بقى ممكن تبقى متشاله في باينري سيجنال زي اللي قدامنا دي، ممكن تبقى متشاله في انالوج سيجنال زي بتاعت الصوت، وهكذا. طيب الحقيقه ان التعامل مع سيجنال في التايم مش دايما بيبقى اسهل حاجه. يعني تخيلوا مثلا ان انا عايز اخد السيجنال بتاعه الصوت دي اكبرها زي ما هي كده، يعني واحد بيتكلم وانا عايز اخد السيجنال بتاعته اكبرها، انا عندي سيجنال اهي سجلتها بالشكل ده، او عندي سيجنال الصوت بتاعه مش واصله لكل الناس مثلا اللي في القاعه، فعايز اعلي الصوت. تفتكروا هل ممكن اعلي الصوت وهو صوت زي ما هو كده؟ يعني اعليه ازاي؟ اجيب واحد مثلا بيزعق صوته اقوى فيزعق زعيق اعلى، يبقى ده بيعلي الصوت. وحتى لو عمل كده هيعلي المحتوى بس مش هيعلي نفس نبرة الصوت. فتفتكروا نكبر الصوت ازاي؟ لو عندي صوت زي ده وعايز اعمله amplification اعمله ازاي؟ ممكن احاول اخلي ال يعني اللي هو الانالوج يخليه ديجيتال، والديجيتال احاول بقى اعلي الامبليتيود بتاع الديجيتال، الديجيتال سيجنال الانالوج. طب ازاي هتاخد الانالوج سيجنال دي تخليها ديجيتال وهي صوت، هي عباره عن موجات صوت، هتعمل بيها ايه؟ هتاخد موجات الصوت تكبر واحد بيزعق ازاي؟ Analog to Digital Converter. طيب سؤال بقى حلو جدا اللي انت بتقوله ده، هل الانالوج تو ديجيتال كونفرتر ده بيشتغل على ويفز ولا بيشتغل على فولتج وكرنت؟ هو الديجيتال او الكونفرتر بياخد حتت بيريودك من الامبليتيود، يعني لا ثانيه واحده بس، ثانيه واحده، يعني بياخد بيعمل سامبلينج. ثانية واحدة فقط، انتوا افترضتوا خطوة هي ما اتعملتش لسه. على فكرة أنا بقول لك أنا دلوقتي عندي صوت، أنت واقف قدام واحد زميلك في الكلية مثلا بتكلمه، وزميلك اللي بعديكوا اللي واقف بعديكوا مثلا بخمسة متر مش سامعك، فبيقول لك أنا عايز أنا صوتك واطي، علي صوتك عشان أسمعه. هتقول له استنى هروح أجيب لك أنالوج تو ديجيتال كونفرتر، احنا عايزين نكبر السيجنال بتاعت الصوت زي ما هي وهي صوت. هل حد يعرف؟ ميكروفون مثلا يعني. حلو جدا. طب هل الميكروفون، حلو قوي اللي انت بتقوله ده، هل الميكروفون بيكبر السيجنال بتاعت الصوت ولا بيعمل فيها ايه؟ بيوديها على دايافرام وبعدها في دايافرام تاني وحاجات زي كده. الدايافرام ده بيعمل ايه في السيجنال بتاعت الصوت؟ بيعلي الامبليتيود؟ لا الديافرام بيعمل ايه؟ او الميكانيزم بتاع الميكروفون، الهدف من الميكروفون اصلا ايه؟ بيخلي السيجنال تروح مكان ابعد؟ لا الحقيقه لا خالص. كونفرت ساوند تو بيت تو ديجيتال انفورميشن. برافو كريم، شكله دخل اهو على النت وقال لنا التعليق الميكروفون بيعمل ايه. الحقيقه ان لا ده انا خلي
جبته من كمبيوتر ساينس. طب كويس قوي. الحقيقه ان الميكروفون وظيفه الميكروفون زي ما انتم بتقولوا بالظبط هو تحويل موجات الصوت لايه بقى؟ موجات الصوت دي انا ما بعرفش اتعامل معاها وهي موجات صوت. بيحول لي باللي انتم قلتوه ده كله بالميكانيزم بتاعه. ولو حد عايز يعرف الميكروفون بيشتغل ازاي في موقع لطيف قوي اسمه هاو ستاف وركس بيقول لك كل حاجه. عايز تعرف الثلاجه ايه فكره عملها، الميكروفون شغال ازاي، بيشرح لك ازاي الميكروفون شغال. الميكروفون الحقيقه مش شغلته خالص ان هو يكبر، بالعكس الميكروفون شغلته الاساسيه تحويل السيجنال من الدومين ده اللي انا مش عارف اتعامل معاه، لا عارف اكبر السيجنال دي ولا عارف ابعتها مثلا لحد في امريكا، الى electric signal، الى signal عباره عن مثلا تايم وvoltage بتحتوي على نفس المعلومات اللي هنا دي، بس انا نقلت الدومين بتاعها من مجرد شده الصوت اللي انا مش عارف اشتغل معاها خالص ولا اتعامل معاها ولا اكبرها ولا ابعتها الى voltage. الفولتج ده بقى ده انا بعرف اكبره بقى، ساعتها ممكن استخدم operational amplifier، ممكن اعمل اي حاجه انا عايز اعملها، ممكن استخدم analog to digital converter، كل ده اقدر استخدمه على السيجنال دي، لكن ما اقدرش اعمل كل ده على السيجنال دي. فاللي الميكروفون ده عمله الحقيقه هو عمل ترانسفورميشن، نقل السيجنال من الدومين ده الى الدومين ده. في الدومين ده بقى انا اقدر استخدم اوب امب مثلا واكبر السيجنال بقى براحتي، اقدر اكبر السيجنال لان مثلا لو السيجنال دي الفولتج بتاعها 5 فولت انا اقدر ادخلها على اوب امب واخليه 10 فولت. لو هو 10 ملي فولت اقدر اخليه 50 ملي فولت، اقدر اكبرها زي ما انا عايز. عن طريق اي سيركت اقدر اعملها. ليه؟ كل ده قدرت اعمله ليه؟ لان انا اقدر لان انا قدرت احول السيجنال بتاعتي الفويس سيجنال من الدومين ده الى الدومين الالكتريك دومين. فده احد الاشكال المشهوره جدا من الترانسفورميشن اللي كلنا بنستخدمها، يعني انا دلوقتي وانا بكلمكم انا بستخدم مايكروفون هو شغلته الاساسيه ان هو ينقل الصوت بتاعي يحوله من موجات صوت الى الكتريك سيجنال. الالكتريك سيجنال دي بقى ممكن ساعتها زي ما انتم قلتوا ادخلها على انالوج تو ديجيتال كونفرتر واحولها لديجيتال سيجنال، اسجلها على الكمبيوتر، اعملها امبليفيكيشن، ابعتها لكم عشان تسمعوا صوتي تسمعوا المحاضره يعني. كل ده انا قدرت اعمله نتيجه خطوه الترانسفورميشن اللي قدامنا دي، من غيرها كل الاوبريشنز اللي انتم قلتوا عليها ما اقدرش اعملها. فدي مثلا احد التطبيقات المشهوره جدا للترانسفورميشن، زي ما قلنا بنحول من دومين الى دومين اخر. في تطبيق برضو مشهور جدا ان انا لو عندي نفس سيجنال الفويس دي مثلا وانا بتكلم وحواليا في شوشره، انا مثلا بتكلم وفي حواليا مثلا صوت بنا شغال او صوت عصافير مثلا او تلفزيون شغال، فالسيجنال دي او انا ببعت السيجنال دي مثلا في فري سبيس فبيتقاد عليها نويز، الحقيقه ان السيجنال بدل ما بتبقى شكلها لطيف كده وبتعبر عن الصوت لوحده بنلاقي اتبنى عليها نويز او اتجمع عليها نويز بالشكل اللي قدامنا ده. فبدل ما بتوصلني السيجنال اللطيفه دي بتوصلني سيجنال عامله كده. طيب ازاي اقدر اشيل النويز اللي على السيجنال دي واخليها سيجنال لطيفه كده ما فيهاش كومبريشن؟ لا لا بتتحول ديجيتال يا دكتور؟ الديجيتال تقريبا ممكن احولها ديجيتال، هتشيل بعض النويز صح؟ ماشي، بس عادة بنعمل حاجة تانية. هو ما ينفعش اخلي الجهاز يلقط الفريكوانسي بتاعتي بقى بتاعت صوتي انا بس، فبحيث كده مش هيلقط اي نويز خارجية. بالظبط، ماشي، دي فكرة حلوة جدا. انت قلت ايه؟ قلت هنشتغل على الفريكوانسي. طب هل السيجنال انا عندي هنا اصلا في التايم ولا في الفريكوانسي؟ التايم صح. يبقى انا عشان اعمل اوبريشن اللي انت قلتها دي لازم انقل السيجنال دي الاول من التايم دومين للفريكوانسي دومين، وبعدين انتوا عارفين ان الصوت بتاعنا الفريكوانسيز بتاعته من كام لكام؟ حد عارف؟ تقريبا اقصى حاجه بتبقى 2000 هرتز. 2000 هرتز. طيب حد عنده راي تاني؟ انتوا معلوماتكم العامه محتاجه مراجعه، انتوا ما بتذاكروا بس ما حدش بيعرف اي معلومات عامه خالص. ثانيه، لا اسف، مش 2000 هرتز، تقريبا
الأذن البشرية بتسمع ما بين 2000 ل 20000، يبقى 10000 هرتز ممكن؟ لا لا صح صح، زي ما انت قلت من 20 ل 20000 هرتز او من 20 ل 20 كيلو هرتز. الفريكوانسيز لما احنا بنتكلم الودن بتاعتنا بتسمع، والصوت اللي بيطلع من مننا بيبقى في فريكوانسي من 20 ل 20 كيلو هرتز. كويس، فالنويز دي عاده زي ما انتم شايفين بيبقى فيها فريكوانسيز اعلى من كده. فلو انا خدت السيجنال دي حولتها بفوريه ترانسفورم، ده احد انواع الترانسفورمز برضو، بياخد السيجنال يحولها الى الفريكوانسي دومين بدل التايم دومين، بيحولها للفريكوانسي دومين، هلاقي السيجنال بتاعت الصوت بتاعتي وليكن شكلها كده، يعني طبعا انا مش محولها بالظبط بس وليكن شكلها كده، وهلاقي ان في سيجنال ثانيه في فريكوانسيز اعلى، دي بتعبر لي عن النويز ده. لو انا شلت الجزء ده هيرجع لي السيجنال اللي لونها اورنج اللطيفه دي، وهخلص من كل النويز او معظم النويز ده. طيب لو انا عايز اخد الجزء ده بس بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها فلتر، يعني هتاخدوا انواع الفلترز المختلفه في الكورس بتاع السيجنالز اند سيستمز. فبعمل فلتر يعدي لي الفريكوانسيز من هنا لهنا بس، ويخلي كل دول يسبرس او يقفل كل الفريكوانسيز الاكبر واللي اقل، فبالتالي بيطلع لي سيجنال قريبه جدا من الاصليه اللي انا كنت عايزها اساسا من غير النويز والشوشره اللي اتضافت عليه. طيب هل كان ممكن اعمل العمليه دي في التايم دومين؟ الحقيقه في منتهى الصعوبه، يعني عشان تعمل العمليه دي في التايم دومين الموضوع صعب جدا جدا، والتحكم فيه شبه مستحيل، وكمان مش هتطلع لي سيجنال في الاخر لطيفه زي هنا. لكن لو انا استغليت ان انا في الفريكوانسي دومين اقدر اطلع بس الباند اوف فريكوانسيز اللي انا محتاجه، او اللي انا عارف ان السيجنال بتاعتي فيه، بيطلع لي في الاخر سيجنال اقرب ما تكون للسيجنال الاصليه من غير النويز والشوشره اللي عليها دي. طبعا ده برضو ما كنتش اقدر اعمله في التايم دومين، لكن اقدر اعمله بسهوله جدا في الفريكوانسي دومين. طيب فلو انا خدت السيجنال دي حولتها للفريكوانسي دومين، عملت عمليه الفلتر دي في الفريكوانسي دومين، هيطلع لي تقريبا الشكل ده. لو عملت العمليه العكسيه بقى هيطلع لي الشكل الاورنج ده، او شكل قريب قوي من الشكل الاورنج ده، وهبقى شلت النويز دي كلها اللي على الشكل ده بخطوه واحده. فاذا فكره الترانسفورميشن عامه هي تحويل لسيجنال ما من دومين الى دومين اخر. ليه بعمل كده؟ نتيجة أن في الدومين الآخر ده أنا بكسب مميزات، ما في عمليات ما كنتش أقدر أعملها في الدومين الأساسي أقدر أعملها بسهولة جدا في الدومين اللي أنا نقلت ليه ده، في عمليات صعبة جدا ممكن تتعمل بس صعبة جدا في الدومين الأساسي، لكن لو نقلتها للدومين التاني أو الفريكوانسي مثلا في الحالة بتاعتنا أسهل بكتير قوي، ممكن بخطوات بسيطة جدا سهل قوي أن أنا أحولها من هنا لهنا. فبالتالي التحويل ده من الدومين الى دومين اخر دايما بعمله مش عشان انا عايز اعمله، بعمله عشان بيديني مميزات في الدومين. بعد ما بخلص العمليات بتاعتي برجع تاني اعمل الانفرس او العمليه العكسيه للترانسفورم، يرجعني تاني للدومين اللي انا فيه ده. طيب تفتكروا في المثال اللي احنا اللي فات بتاع الفويس ده بتاع المايكروفون، المايكروفون حول لي السيجنال هنا دي الى الكتريك سيجنال. طب انا عشان لو كبرت السيجنال عايز اسمعها تاني، انا ما اقدرش اسمعها وهي الكتريك سيجنال، انا ودني ما بتسمعش الكتريك سيجنال، انا ودني بتسمع بريشر ويفز. تفتكروا مين الجهاز اللي بيعمل العمليه العكسيه للمايكروفون؟ مين اللي بياخد الالكتريك سيجنال بعد ما كبرت ويحولها لي تاني لصوت اقدر اسمعه؟ مين الجهاز اللي في الكمبيوتر او في الموبايل عندكم اللي من غيره مش هتعرف تسمع ولا صوت؟ السبيكر. السبيكر بالظبط، السبيكر هو بيعمل العمليه العكسيه للمايكروفون، السبيكر بياخد الالكتريك سيجنال ويطلع لك البريشر ويف، يرجع لك تاني شكل السيجنال بالمنظر ده عشان انت تقدر تسمعها، عشان ودننا ما بتسمعش الكتريك سيجنال. ده بالظبط يعني المثال بتاع الفويس سيجنال والمايكروفون والسبيكرز، ده مثال واضح جدا للي احنا عايزين نقوله. السيجنالز انت لا تقدر تكبرها ولا تقدر تبعتها لحد وهي في الفورم التايم دومين في الفورم الاساسيه بتاعتها، ف
فبنحولها لالكتريك سيجنال عشان نقدر نكبرها وعشان نقدر نبعتها. بعد كده عملت الاوبريشن بتاعتك السهله دي في التايم في الدومين اللي هو في الالكتريك سيجنال. بعد ما حولت السيجنال لالكتريك سيجنال يعني تقدر بعد كده تستخدم العمليه العكسيه او الانفرس ترانسفورم عن طريق السبيكرز، ياخد لك الالكتريك سيجنال اللي كبرت دي يرجعها لك تاني للتايم دومين عشان ودنك تقدر تسمعها. فدي باختصار فكره الترانسفورميشن، ودي الابلكيشنز بتاعته زي ما انتم شايفين. قد تكون يعني دي احد الابلكيشنز في مجال الايه الفويس مثلا. طيب قبل ما نتكلم على بلس ترانسفورم، حد عنده سؤال او حد حابب يضيف حاجه على الجزء ده؟ ولا الدنيا كله واضح؟ واضح المفهوم بتاع الترانسفورم والسيجنال كل الكلام اللي قلناه ده؟ طيب حلو قوي. طيب تعالوا بقى نشوف بقى ايه لابلاس ترانسفورم. لابلاس ترانسفورم الحقيقه هو نوع من انواع الترانسفورم اللي بيدينا مميزات كتير جدا. تعالوا نشوف يعني ايه لابلاس ترانسفورم. لابلاس ترانسفورم بينتمي لعيله من الترانسفورميشنز اسمها انتجرال ترانسفورم. واضح كده من الاسم، ترانسفورم يعني هنحول مثلا داله لداله اخرى، هتعمل تحويل بالشكل ده من دومين الى دومين اخر زي ما بالظبط الامثله اللي قلناها قبل كده، بس التحويل المره دي بيبقى داخل فيه تكامل، عشان كده بيسموه انتجرال ترانسفورم. طيب الانتجرال ترانسفورم ده بياخد ايه؟ الانتجرال ترانسفورم ده بياخد كانبوت ليه داله، دي الانبوت بتاعي، بديله داله بالشكل ده. طيب هو بيعمل عمليه على الداله اللي انا بديها له دي ويحولها لي لداله اخرى. الداله اللي انا بديها له زي ما انتم شايفين دي في التايم دومين، تمام، زي بالظبط الفويس سيجنال اللي شفناها من شويه، بيحولها لي لداله ثانيه في حاجه اسمها الاس دومين، ده الاوتبوت بتاعي. تمام. طيب عشان يعمل التحويل ده بقى بيعمل ايه؟ الحقيقه عشان يعمل التحويل ده بياخد الداله اللي انا مديها له دي يعمل فيها العمليه الاتيه. بياخد الداله دي يضربها في فانكشن، الفانكشن دي بنسميها الكيرنل. الكيرنل ده في الحاله العامه بتاعته بيبقى داله في التي اللي هي بتاعت الانبوت والاس دومين اللي هو بتاع الاوت. بياخد الداله دي يضربها في الكيرنل ده ويعمل تكامل بالنسبه لتي من اول اي لغايه. طيب زي ما انتم شايفين من الاسم كده انتجرال ترانسفورم، عشان في هنا انتجريشن، عشان بنعمل هنا انتجريشن. طيب لو انتم بصيتوا على التكامل ده كده هنلاقي ايه اللي بيحصل. هنلاقي ان انا هضرب الاف اوف تي في الداله دي فهيبقى عندي لسه جوه داله فيها اس وتي، هعمل التكامل بتاعي بالنسبه لتي بس ده تكامل محدد، فبعد ما اخلص التكامل هعوض عن تي مره بي ومره بايه، فالتي هتختفي، هيطلع لي داله في مين بس؟ الاس. فبالتالي العمليه دي بتلغي بتحول او بتلغي خالص وجود المتغير اللي اسمه تي وبتحوله لمتغير تاني اسمه اس. فبدل ما كان عندي داله اسمها اف اوف تي هيطلع لي شكل داله ثانيه خالص خالص، بس في ايه المتغير بتاعها ما اسموش تايم، المره دي اسمه اس. فده العيله اللي بينتمي ليها لبلس ترانسفورم. ده تحويل زي ما اتفقنا، بياخد input function يحولها لي output function. الانبوت function بتاعتي بتبقى في التايم دومين، التكامل ده بيحولها الى الاس دومين، بيحولها لشكل function مختلفه الاس دومين. وزي ما انتم شايفين طبعا النوع ده من التكاملات طبعا مش هيحافظ خالص لا على شكل ولا على اي حاجه، هيغير كل حاجه، ده تكامل هيغير كل حاجه تقريبا في الداله اللي ايه اللي انا مديها له دي، هيغير المتغير بتاعها، هيغير شكلها، هيغير مكانها، ممكن يغير كل حاجه. طيب لابلاس ترانسفورم بقى او لابلاس عمل ايه بقى؟ خد التعريف العام ده وقال انا هعرف حاجه معينه، هاخد الشكل العام اللي قدامنا ده وهبتدي اجي احط هنا الاي بزيرو، الاي دي هحطها بزيرو والبي اللي فوق دي هحطها بانفينيتي، هخليها تندس تو انفينيتي بالشكل ده. طبعا بلاش يساوي دي مش دقيقه يعني، خليها بي دي تندس تو انفينيتي. والكيرنل بتاعي الداله اللي في اس وتي دي هخليها بالشكل ده، هعتبر انها اكسبوننشال فانكشن اي تو ذا باور نيجاتيف اس تي.
طيب تعالوا بقى نعوض كده بالايه بالحاجات دي في شكل العام بتاع الجنرال ترانسفورم. الكي دي هتتغير وتبقى يو اس ناقص اس تي، الاي هتبقى بزيرو والبي هتبقى تندس تو انفينيتي بالشكل ده. فده شكل لابلاس ترانسفورم. لابلاس ترانسفورم زي ما انتم شايفين بياخد داله اف اوف تي يحولها لي لداله اف اوف اس. حدود التكامل عنده من زيرو لانفينيتي. الكيرنل او الداله اللي انا بضرب فيها هتبقى اي اس ناقص اس تي، وبعمل التكامل ده بالنسبه لدي تي. وزي ما انتم شايفين بعد ما بخلص التكامل ده اعوض مره عن تي بانفينيتي ومره بزيرو، فالتي هتختفي وهيطلع لي داله في اس فقط. فاذا التكامل بتاع البلاس ده بيحول لي الداله اللي في اس دي، او سوري الداله اللي في تي بيحولها لي الى داله في اس. طيب في الحقيقه طريقتين للكتابه بتاعه لابلاس ترانسفورم. الطريقه دي برضو مشهوره جدا وناس كتيره جدا هتلاقوها في كل المراجع تقريبا، ان انا ممكن اكتب ال ال دي ان انا عايز اعمل لابلاس ترانسفورميشن للداله اف اوف تي، فبرمز للابلاس ترانسفورم بالرمز بتاع ال ال ده، وبحط الداله اللي انا عايز احولها جوه قوسين بالشكل ده، جوه قوسين مربع بالشكل ده. فده معناها ان انا عايز اجيب لابلاس ترانسفورم او اللي هي الداله دي يعني للداله اللي اسمها اللي مكتوبه جوه دي، هي اسمها اف اوف تي. طيب فاذا زي ما انتم شفتوا لابلاس ترانسفورم هو نوع من انواع التحويلات التكامليه. يعني ايه تحويل تكاملي؟ يعني تحويل بياخد داله يكملها ويطلع لي داله ثانيه، بياخد داله في التي دومين يطلع لي داله ثانيه في الاس دومين. طيب الاس دي في الحاله العامه بتبقى كومبلكس، ممكن تبقى ريل ممكن تبقى كومبلكس، بس في الحاله العامه هي كومبلكس. الحقيقه ان الاس الكومبلكس دي بنختارها، يعني عاده بنختار الاس دي بحيث ان التكامل ده يدينا نتيجه، لان ممكن يبقى الاف اوف تي دي التكامل ده يديني انفينيتي او يديني كميه غير معينه بس او غير محدده. فدايما بنختار الايه القيم الاس اللي تخلي لي التكامل ده يبقى ليه نتيجه، لان انا عايز هنا يطلع لي داله، فما ينفعش يطلع لي داله قيمتها انفينيتي. فدايما بنختار القيم الاس دي انها القيم اللي تديني هنا داله حقيقيه، تخلي التكامل ده ممكن حسابه ويديني داله حقيقيه. والاس دي في الحاله العامه زي ما قلنا بتبقى كومبلكس، بس خلونا احنا نفرض يعني في خلال تعاملنا ان الاس دي هتبقى دايما هتبقى ريال نمبر. يعني دي هتسهل لنا شويه بس بدل ما ايه ما نتلخبط في الحسابات يعني. بس هي الفكره واحده، يعني سواء بقت هي كومبلكس او مش كومبلكس في الحالتين نفس المعادله اللي قدامنا او نفس الانتجريشن اللي قدامنا ده ونفس الخطوات هنعملها بالظبط. طيب زي ما انتم شايفين كده لو بصينا تاني بالراحه، ادي الانبوت بتاعي باخده اضربه في فانكشن اسمها اي اس ناقص اس تي، بعمل تكامل من زيرو لانفينيتي بالنسبه لتي، بعوض عن تي مره بانفينيتي ومره بزيرو، فالتي بتختفي وبيطلع لي داله بتعتمد على الاس دي بس. تمام؟ بيطلع لي داله في اس بس. لازم نتاكد بعد ما نعمل لابلاس ترانسفورم ان انا مش باقي معايا ولا تي، لان انا في الاخر لازم اشيل كل تي زي ما اتفقنا واعوض عنها مره بزيرو ومره بانفينيتي عشان احول الداله بتاعتي بالتايم دومين الى الاس دومين. طيب انتوا عارفين فوريه ترانسفورم مثلا، فوريه ترانسفورم هو نفس شكل لابلاس ترانسفورم، لو خدنا الاس دي حطيناها بجي اوميجا، جي ده اللي هو جذر ناقص واحد واوميجا دي فريكونسي. تمام؟ فحتى الفوريه ترانسفورم اللي هتسمعوا عنه يعني السنه الجايه وهناخد فكره عنه السنه دي، هو نفس هو حاله خاصه من لابلاس ترانسفورم. فوريه ترانسفورم اللي احنا لسه متكلمين عنه من شويه اللي هو حول لي من التايم دومين الى الفريكونسي دومين. طيب فده الايه ده الشكل بتاع لابلاس ترانسفورم. زي ما اتفقنا انا طبعا مش بحول داله من التايم دومين للفريكونسي دومين عشان انا عايز اعمل كده، الكلام ده انا بعمله عشان اكيد هيديني مميزات زي ما هنشوف كمان شويه. احد الخصائص المهمه جدا في لابلاس ترانسفورم اللينياريتي. اللينياريتي بتاعت لابلاس ترانسفورم بتقول ايه؟ بتقول لك ان انت لو عندك
لابلاس ترانسفورم بتاع كونستانت مضروب في دالة زائد لابلاس ترانسفورم بتاع كونستانت تاني مضروب في دالة تانية F و G مثلا. فده بدل ما تحسب لابلاس للدالة دي مرة واحدة تقدر تخليه C1 للابلاس بتاع الأول زائد C2 في لابلاس بتاع التاني. الخاصية دي بيسموها linearity زي ما شفنا قبل كده في الديفرنشال ايكويشن. إثبات الكلام ده سهل جدا. إثبات الكلام ده بيجي مباشرة من التعريف بتاع لابلاس ترانسفورم. احنا لابلاس ترانسفورم اتفقنا ان احنا لو عايزين نجيب لابلاس ترانسفورم لو عايزين نجيب لابلاس ترانسفورم لأي دالة بنعمل ايه؟ بناخد الدالة كده زي ما هي نضربها في اس ناقص اس تي ونكملها من زيرو لإنفينيتي. طيب فبما ان التكامل بتاع حاجه زائد حاجه هو تكامل الاول زائد تكامل الثاني فانا اقدر افصل التكامل ده لتكاملين بالشكل ده. كمان السي 1 دي ما بتعتمدش على تي فاقدر اخدها بره التكامل والسي 2 دي ما بتعتمدش على تي فاقدر اخدها بره التكامل فيبقى عندي سي 1 في التكامل ده زائد سي 2 في التكامل ده. طيب ناخد بالنا هنا ان التكامل اللي قدامنا ده اللي جوه ده ده لابلاس ترانسفورم بتاع الدالة F of T ده بالظبط ده. والتكامل ده برضو ده لابلاس ترانسفورم بتاع الدالة G. فبالتالي التكامل من 0 الانفينيتي هنا ومن 0 الانفينيتي هنا ده لابلاس بتاع F وده لابلاس بتاع G فأقدر أكتبه بالشكل ده. C1 لابلاس F زائد C2 لابلاس ترانسفورم بتاع G of T. وده بالظبط اللي إيه الطرف اليمين هنا يبقى اللابلاس ترانسفورم فعلا ليني. وده معناه ان انا لو عايز اجيب لابلاس ترانسفورم لاكتر من داله مجموعين على بعض اقدر اجيب لابلاس الاول زائد لابلاس الثاني زائد لابلاس الثالث وهكذا واجمعهم على بعض كلهم. طيب ده التعريف بتاع لابلاس. حد عنده سؤال لغايه كده؟ تمام. طيب تعالوا نشوف بقى لابلاس ترانسفورم بيستخدم في ايه. لابلاس ترانسفورم اولا ليه استخدامات كتيره قوي، اولها مثلا في الكنترول انجينيرنج. لابلاس بيستخدم عشان يحدد الاستابيليتي بتاعت السيستمز بتاعت الكنترول. يعني لو عندك سيستم مثلا بيعمل كنترول لروبوت او بيعمل اوبريشن ما على سيجنالز مثلا عشان ياخد بقرارات معينه او ياخد اكشنز معينه بنستخدم لابلاس ترانسفورم عشان يحدد لنا ايه الاماكن اللي السيستم فيها ستيبل وايه الاماكن اللي السيستم فيها غير مستقره يستحسن ما استخدمش السيستم في المجال ده. فلابلاس ترانسفورم لو لما تيجوا تدرسوا كنترول اول حاجه هتسمعوا عنها هي لابلاس ترانسفورم. في الفيزيكس بنستخدم لابلاس ترانسفورم عشان نحل ديفرنشال ايكويشنز او حتى بارشل ديفرنشال ايكويشنز، حاجه زي المعادلات بتاعه الفايبريشن، المعادلات بتاعه السمبل هارمونيك موشن كلها نقدر نحلها بلابلاس ترانسفورم بسهوله شديده. في الالكتريك سيركتس نقدر برضو نستخدم لابلاس ترانسفورم عشان يحل لنا اي لينير سيركت، وده هناخد عليها ابلكيشنز برضو في خلال شغلنا في الترم ده. الحاجة الأساسية اللي احنا علشانها بناخد لابلاس ترانسفورم الحقيقة وهي اللي هتساعدنا ان احنا نعمل كل اللي فات ده ان لابلاس ترانسفورم بيستخدم بسهولة شديدة جدا لحل مش بس الديفرنشال ايكويشنز لا كمان حاجة اسمها الانتجرال ايكويشن. وده الحقيقة بيحلها بطريقة سهلة جدا، اسهل من كل اللي احنا شفناه وطريقة واحدة ومباشرة جدا زي ما هتشوفوا. والحقيقه طريقه فيها سحر كده زي ما هتشوفوا واحنا ماشيين خلال الشغل بتاعنا. يعني مثلا لو احنا خدنا سيركت بالشكل ده وطبقنا كي في ال، حد يقدر يقول لي كده يطبق كي في ال على الدايره دي؟ كي في ال بيقول ايه؟ كيرشوفز فولتج لو بيقول ايه في الدوائر هنا؟ ان السم اوف فولتجز يساوي 0 ف V of T زائد Q على C زائد L زائد L of I ثانيه لا مش ايوه L of DI على DT زائد IR يساوي لا IR يعني يساوي 0. تمام. طيب هنا في المعادله دي بالشكل اللي قدامنا ده ايه رايكم؟
لو طبقنا القانون بتاع كيرشوفز لو اللي قاله وليد دلوقتي حالا. كريم مش وليد. كريم سوري. ايه؟ ايوه كريم سوري يا كريم. اصل انت اسمك كريم وليد برضو فانا دايما بتلخبط ما بينكم. عادي مش كريم. اللي قاله كريم. ايه اللي حصل للسكرين شيرنج؟ هي رجعت خلاص. تمام. طيب حلو قوي. تعالوا بقى بصوا هوريكم بقى ايه، يعني هوريكم حاجه غريبه جدا ما حدش يتخيلها. انتوا شايفين شكل السيركت ده اللي قدامنا دي؟ اقول لكم حاجه سحريه كده لابلاس هيعملها. شايفين السيركت اللي قدامنا دي؟ السيركت اللي قدامنا دي الايكويشن اللي بتوصفها هي اللي قدام اللي انا كاتبها دي. الفولتج مجموع الفولتج هنا اللي هي الفي اوف تي بيساوي الفولتج اللي على الكاباسيتور اللي هو ايه؟ اللي هو 1 على سي تكامل اي اوف تي دي تي. دي التشارج صح؟ التشارج هي تكامل الكرنت. الفولتج اللي على الريزيستور هي الار الاي في الار. الفولتج اللي على الاندكتور هي ال دي اي باي دي تي. شفتوا ايكويشن زي دي قبل كده؟ ايكويشن فيها الداله المجهوله بتاعتي هي الاي، هي دي اللي انا عايز احسبها. فالاي اهي فيها الاي لوحدها، فيها تفاضل الاي وفيها كمان تكامل الاي. شفنا زيها في فايبريشن اند ويفز. تمام. طب حد يعرف الايكويشن دي اسمها ايه في الرياضه؟ يعني بيسموها ايه في الرياضه؟ يعني لو ايكويشن فيها تفاضلات وداله بنسميها ديفرنشال ايكويشن. لو ايكويشن فيها تفاضل داله وتكامل نفس الداله والداله نفسها بنسمي الايكويشن دي ريزونانس. لا، بنسميها في الرياضه انتجرو ديفرنشال ايكويشن، اللي هي معادله فيها داله مجهوله وتفاضل الداله وتكامل الداله كمان. طيب هل انتوا خدتوا اي حاجه تحل لكم معادله بالشكل ده؟ المعادله دي فيها مشكله كبيره قوي، وعادة أنا عشان أحلها بعمل إيه؟ بحول المعادلة دي كلها للكيو، عشان الكيو هتشيل لي هنا التكامل ده وهتخلي الـ دي اي باي دي تي ده تبقى التفاضل الثاني للكيو وهتبقى ده دي كيو باي دي تي. لكن هل هي بالشكل ده؟ هل نعرف نحلها؟ الحقيقة صعب جدا، لأن أنت عشان تجيب الاي هتكامل من هنا، وعشان تجيب الاي من التفاضل هنا هتفاضل، فأنت عايز تفاضل وتكامل في نفس الوقت. ودي حاجة صعبة أو شبه مستحيلة. ايه رايكم بقى ان لابلاس ترانسفورم هتشوفوا هناخد كمان محاضرتين ازاي نحل معادله لينير بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده من غير ما نعمل ولا تكامل ولا تفاضل مباشر؟ يعني شوفوا السحر بقى بتاع لابلاس ترانسفورم بقى هيحل لنا معادله ديفرنشال ايكويشن من غير ما نعمل ولا تفاضل، ولا هنفاضل دي ولا هنكامل دي اي باي دي تي، تكامل مباشر. هنطلع الحل مباشرة من غير ما نعمل أي خطوة في النص. دي الحقيقة قوة النظرية والسحر اللي عمله لابلاس. زي ما قلت لكم أي حاجة عايزين نتعلمها أو بنعملها لازم بيبقى ليها سبب، لازم تكون بتحل لنا مشكلة، بتسهل لنا حاجة. فلابلاس الحقيقة إدانا طريقة نقدر نحل بيها قطاع من المعادلات كان صعب جدا حله، وكمان ادانا طريقه سهله جدا نحل بيها انواع اخرى من المعادلات كنا بنعرف نحلها بس كانت بتاخد مننا وقت ومجهود اكتر. خلونا ناجل الخطوه بتاعت السحر دي محاضرتين كده بالظبط، ونشوف ازاي نقدر نحل معادله بالشكل ده فيها تفاضل داله وتكامل داله في نفس الوقت من غير كمان ما نعمل ولا تكامل ولا تفاضل، وهنحل معادلات تفاضليه من غير ما نعمل ولا تكامل ولا تفاضل بشكل مباشر. طيب فاعتقد الموضوع هيبقى يعني شيق جدا ان حد يفكر في النظريه دي ويشوف لابلاس وصل ازاي من مجرد تكامل او مجرد تحويل انتجرال ترانسفورم الى ان هو وصلنا ان احنا نحل معادلات تفاضليه من غير خالص ما نعمل تكاملات. طيب زي ما اتفقنا عشان نعمل ترانسفورميشن بناخد داله في دومين ننقلها لدومين تاني. طيب فدلوقتي التحويل بتاع لابلاس اللي بينقل لنا دوال من دومين الى دومين اخر بالسهل، خلونا نعترف كده
ان التحويل من التايم دومين الى الاس دومين التحويل ده مش تحويل سهل، لان التحويل ده بيتطلب تكامل، والتكامل ده قد يكون صعب وقد يكون ما بيتحلش. فمش معقول انا هاجي استخدم لابلاس كده واول لما استخدمه تقول لي احسب لي تكامل مثلا ساين تي في كوزاين تي في 10 ماينس 1 تي اي اس ناقص اس تي دي تي. ما هو انت كده انا اكيد مش عايز احل التكامل ده، واكيد مش عايز استخدم لابلاس. فلابلاس قال ايه؟ طيب اول حاجه انا هوريكم ان التحويل بتاع الدوال اللي انتم بتستخدموها في الفيزيكس وفي الميكانكس وفي العلوم المختلفه بلابلاس ترانسفورم سهل جدا. فانا همسك الدوال الاساسيه وابتدي احولها من التايم دومين الى الاس دومين بسهوله. هتشوفوا هتلاقوا التحويل ده سهل جدا. فتعالوا نشوف لابلاس ترانسفورم كده لو طبقناه على الدوال الاساسيه هيبقى شكله عامل ازاي. اول داله معانا الكونستنت. لو عندنا كونستنت بالشكل ده اف اوف تي ثابته. طيب ده التعريف بتاع لابلاس ترانسفورم عندي وانا ما عنديش غيره. فلو عايز اجيب لابلاس ترانسفورم لاي حاجه دلوقتي لازم اخد الفانكشن دي احطها هنا واحسب التكامل ده. تعالوا نعمل كده، ناخد الاف اوف تي ده ونحطها هنا ونحسب التكامل ده. طيب لو عملت كده هيبقى عندي لابلاس ترانسفورم بتاع اف اوف تي اللي هي اسمها هنا ايه، هيبقى تكامل من 0 لانفينيتي a في اس ناقص اس تي دي تي بالشكل ده. طيب دلوقتي عايز اعمل التكامل ده، الاي طبعا كونستنت هطلعها بره، وتكامل اي اس ناقص اس تي خدوا بالكم انا هنا بكامل بالنسبه لتي، يعني الاس دي تعتبر كونستنت. فالتكامل هنا هيبقى ايه؟ الاكسبوننشال فانكشن هتفضل زي ما هي، وهقسم على الاكسبوننت اللي فوق ده اللي هو ناقص. طيب تعالوا نعوض مره بانفينيتي ومره بزيرو. لو عوضت مره بانفينيتي هيبقى عندي هنا واحد على انفينيتي اللي هو زيرو مضروب في اي اس ناقص انفينيتي اللي هي بزيرو برضه. لو عوضت بزيرو هيبقى عندي الاكسبوننشال ده فانكشن بايه؟ سوري لو عوضت بانفينيتي بعوض عن التي بس. سوري معلش اتلخبطت. لما بعوض هنا بعوض عن تي، فالتي لما عوض هنا بانفينيتي هتبقى اي اس نيجاتيف انفينيتي اللي هي بزيرو. اللي هي تندس تو زيرو، ولما اعوض عن الزيرو هيبقى اي اس زيرو بكام؟ بواحد. هيبقى عندي هنا اي اوفر ماينس اس، لما اعوض بانفينيتي هيبقى زيرو، لما اعوض بزيرو هيبقى واحد بالشكل ده. هلاقي ان لابلاس ترانسفورم بتاع الاي هو مجرد اي على اس. طيب فبعد كده لو انا جيت عايز اجيب لابلاس ترانسفورم لاي رقم 5 10 ناقص 100 جذر 2 ناقص 1 على جذر 5، كل ده كل اللي هعمله ايه؟ هاخد الكونستنت بتاعي ده واحطه واقسم على اس، مش محتاج احسب التكامل ده ايه. طيب هسالكم سؤال كده لو حد فاهم في الرياضه كويس، تفتكروا اللي انا عملته ده صح ولا انا ضحكت عليكم في حاجه؟ حضرتك عملته صح under one condition بس، انها الاس المفروض تبقى greater than zero. بالظبط، لازم الاس هنا. هنا انا قلت لكم ايه؟ انا قلت لكم لو عوضنا عن يعني التي تندس تو انفينيتي هيبقى دي اي اس نيجاتيف اس في انفينيتي اللي هي اي اس نيجاتيف انفينيتي بزيرو. طيب لو الاس دي بقى نيجاتيف هيحصل ايه؟ هيبقى دي نيجاتيف، نيجاتيف هتبقى بوزيتيف، وانفينيتي هتبقى اي اس انفينيتي. هنلاقي ان التكامل ده دايفرجنس. بالظبط، التكامل ده هيبقى دايفرجنس. فالتكامل ده مش هيبقى ليه حل، فبالتالي عشان العلاقه دي تبقى مظبوطه لازم احط شرط ان لازم الاس بتاعتي تبقى اكبر من الزيرو، ما ينفعش اعوض هنا باي اس سالبه، الاس الموجبه فقط هي اللي اقدر اعوض بيها في الحاله اللي قدامنا دي. طيب تعالوا ناخد داله ثانيه برضو مشهوره، ناخد داله الاكسبوننشال فانكشن. لو عندي داله اي اس كي تي مثلا وعايز احسب لها لابلاس ترانسفورم، زي ما اتفقنا حتى الان ما عندناش غير التعريف الاساسي بتاع لابلاس ترانسفورم. هاخد الداله دي احطها مكان اف اوف تي هنا بالشكل ده. طيب هنا اي تو ذا باور كي تي وهنا اي تو ذا باور نيجاتيف اس تي، اقدر ادخل الاثنين دول مع بعض واجمع الايه؟ الاكسبوننتس على بعض، فيبقى عندي هنا اي اس نيجاتيف اس نيجاتيف كي تي بالشكل ده. طيب لما اعمل التكامل ده برضو تكامل اكسبوننشال فانكشن، فيبقى الاكسبوننشال فانكشن مقسومه على الحاجه المضروبه في تي. اعوض مره بانفينيتي ومره بزيرو
برضو هنا لما عوض بانفينيتي هتديني الكلام ده هيتندس تو زيرو، لما عوض بزيرو هيبقى واحد بالشكل ده. طيب ايه رايكم، ايه الشرط بتاعنا هنا المره دي؟ ان ك اس تبقى جريتر ذان كي. بالظبط، لازم هنا عشان ده يفضل نيجاتيف لازم اس ماينس كي تبقى اكبر من الزيرو، فبالتالي الاس لازم تبقى جريتر ذان كي بالظبط زي ما كريم قال. طيب ده الايه الداله الثانيه. اذا لو جالي اي داله اكسبوننشال بعد كده عايز برضو احسب لها لابلاس ترانسفورم، مفيش داعي ان انت تحسب التكامل خالص تاني. لو هنا في اي اس 2 تي هيبقى لابلاس ترانسفورم على طول 1 على اس ناقص 2، لو هنا في ناقص 3 تي هيبقى لابلاس ترانسفورم 1 على اس زائد 3 وهكذا. طيب يبقى اذا لغايه دلوقتي لابلاس وراني ان انا لو عايز اجيب لابلاس لكونستنت او لابلاس لاكسبوننشال فانكشن الموضوع سهل خالص، كل اللي عليك تعمله ان انت لو كونستنت هتحط الكونستنت على اس، لو اكسبوننشال فانكشن هتاخد الاكسبوننت ده وتحطه واحد على اس ناقص الايه الاكسبوننت اللي جنب التي. طيب الشاين والكوشاين برضو نقدر نثبتهم بسهوله، ايه رايكم نعملهم ازاي؟ هل نعوض برضو في ال نعم؟ ممكن احتاج افكهم للاكسبنشن فورم بتاعتهم؟ بالظبط بالظبط، هنا مش محتاج بقى احط الشاين والكوشاين واعمل تكامل شاين مضروبه في اي اس ناقص اس تي، لا هنا انا لسه مثبت من ثانيه اثبتت القانون بتاع الاكسبوننشال. طب ما هي الشاين عباره عن مجموع اثنين اكسبوننشال فانكشن، وانا عارف ان لابلاس ترانسفورم لينير، يعني لو عايز اجيب لابلاس ترانسفورم بتاع ده ناقص ده هو لابلاس ده ناقص لابلاس ده، ده بالظبط اللي هعمله هنا. فطيب الاكسبوننشال ده انا عارف ازاي احسبه، خلاص ده سهل لسه اثبتناه من شويه، فبالتالي اللابلاس بتاع اي اس كي تي هو 1 على اس ناقص كي، واللابلاس بتاع اي اس ناقص كي تي هو 1 على اس زائد كي. لو وحدت هنا المقامات هيبقى عندي اس ماينس كي وتحته مضروبه في اس زائد كي، عندي فوق اس بلس كي وعندي هنا اس ماينس كي. طيب زي ما انتم شايفين كده هنا الاس هتروح مع الاس وهيتبقى لي فوق 2 كي، الاثنين هتروح مع الاثنين اللي فوق دي ويتبقى لي كي واحد، وده فرق بين مربعين فده هيبقى اس سكويرد ماينس كي سكويرد بالشكل ده. طيب هنا الاثنين زي ما اتفقنا هتروح مع الاثنين وهيتبقى لي كي على اس سكويرد ماينس كي سكويرد. طيب فاذا لابلاس ترانسفورم بتاع شاين كي تي برضه سهل جدا، كل اللي عليك تعمله انك تشوف الكي دي بكام وتقول هحطها فوق وهحطها تحت هيتا تربيع، وتحت في المقام هيبقى اس سكويرد ماينس كي سكويرد. طيب ايه رايكم الكونديشن هنا هيبقى ايه؟ ايه الكونديشن هنا؟ اس لازم تبقى مالها؟ اكبر من كي. تمام، اس هنا اولا الجزء ده ده هيقول لي ان لازم الاس عندك تبقى اكبر من كي، والجزء ده هيقول لك ان الاس عندك لازم تبقى اكبر من ماينس كي بالشكل ده. طيب فواحده بتقول لي الاس لازم تبقى اكبر من ماينس كي، والثانيه بتقول لي ان الاس لازم تبقى اكبر من كي. طيب الجزء ده محقق شرط ومش محقق التاني فمش هينفع اخده معايا، لكن الجزء ده محقق الشرطين، الاس لما تكون اكبر من كي اكيد هتبقى اكبر من ماينس كي برضه، لو فرضنا يعني ان الكي موجبه فاكيد الاس هنا لو هي اكبر من كي اكيد هي باي ديفولت اكبر من ماينس كي كمان، فهاخد الشرط بتاعي ان الاس اكبر من كي لو كانت الكي بتاعتي موجبه. طيب ده بالنسبه للشاين، بنفس الطريقه بالظبط اقدر اجيب الكوشاين. الكوشاين كل اللي هتفرقه عن الشاين في الاثبات ده ان هنا دي هتبقى بوزيتيف، دي هتبقى بوزيتيف، دي هتبقى بوزيتيف، ودي هتبقى بوزيتيف، فالمره دي الكي هي اللي هتروح مع الماينس كي.
فهيتبقى لي هنا بدل 2K هيتبقى لي هنا 2S بالشكل ده، ودي هتبقى S بدل K. طيب عندي لابلاس ترانسفورم بتاع كوشاين KT هو S على S على S squared minus K squared بر. وطبعا نفس الشرط بتاعي ال K الموجبة هيبقى لازم ال S تبقى أكبر منها. خدوا بالكم إن أنا هنا عندي K وعندي minus K، فسواء كانت الكي موجبة عندي النيجاتيف بتاعها، لو الكي سالبة عندي النيجاتيف بتاعها برضه. فكده كده أنا هفرض إن الكي اللي موجودة عندي هي الموجبة والنيجاتيف كي هو السالب، فهاخد دايما الشرط بتاعي إن الإس أكبر من الكي بالشكل ده. طيب يبقى حتى الآن شفنا إن لابلاس ترانسفورم للإي والإكسبوننشال فانكشن والكونستنت والشاين والكوشاين سهل جدا، مش محتاج حتى إن أنا أقعد أحسب التكامل بتاع لابلاس ترانسفورم عشان احسبه. لابلاس زي ما انتم شايفين هنا ادانا طريقه لطيفه جدا نقدر نحسب بيها لابلاس ترانسفورم من غير ما نحسب التكامل بتاعه. طيب تعالوا ناخد امثله سريعا كده. لابلاس ترانسفورم بتاع 5 اتفقنا بيساوي كام؟ لابلاس ترانسفورم بتاع اي كونستنت بيساوي الكونستنت على اس، فلو الكونستنت ده قيمته 5 يبقى لابلاس ترانسفورم ب 5 على S بالشكل ده. طيب هنا ايه رايكم؟ لابلاس ترانسفورم بتاع 4 e to the power negative 3 t ده لابلاس هنا يبقى بكام؟ 4 على S minus 3. 4 على S minus 3. ايه رايكم؟ كله موافق؟ زائد 3. زائد 3 صح. احنا قلنا لما يكون e اس k t يبقى 1 على S ناقص k. طيب k هنا بكام؟ k هنا ب negative 3 او minus 3 مش 3، فهنا هيبقى s minus k يبقى s minus minus 3 اللي هي s plus 3 بالشكل ده. طيب هنا بقى هنا خدوا بالكم انا استخدمت ال property بتاعت linearity ان لو عندي constant مضروب في دالة فهو بيساوي الكونستنت مضروب في لابلاس بتاع الدالة، فانا جبت لابلاس بتاع دي لوحدها وضربته في الكونستنت. طيب هنا بقى عندي لابلاس بتاع ثلاث حاجات مجموعين على بعض، الشاين 2 تي وناقص 2 و5 في اي تو ذا باور 7 تي. فهستخدم الخاصيه الثانيه بقى، الخاصيتين الحقيقه اللي بيقولوا لي ان لابلاس ترانسفورم لينير، فهجيب لابلاس بتاع الشاين ناقص لابلاس بتاع ال2 زائد لابلاس بتاع 5 اي اس 7 تي، اجمع الثلاثه دول على. طيب هنا الشاين هتبقى 2 على S تربيع ناقص 4 لأن الـ K هنا بـ 2، ناقص 2 هيبقى ناقص 2 على S، 5 هتبقى 5 زي ما هي ولابلاس بتاع الدالة دي بـ 1 على S ناقص 7. طيب إيه رأيكم الـ condition هنا بتاعي S لازم تبقى أكبر من كام؟ 7. تمام، ادي لابلاس اهو بتاع الشاين، لابلاس بتاع الكونستنت، ولابلاس بتاع الاكسبوننشال فانكشن بالشكل ده. طيب الشرط الاولاني ده بيقول لي لازم ان الاس تبقى اكبر من 2، هنا لازم الاس تبقى اكبر من 0، وهنا لازم الاس تبقى اكبر من 7. فطبعا المنطقه المشتركه ما بين الثلاثه دول هي ان الاس تبقى اكبر من 7 زي ما انتم شايفين بالشكل ده. يعني الشرط الاولاني ده هيقول لي ان الاس لازم تبقى اكبر من 2. الشرط الثاني هيقول لك ان الاس لازم تبقى اكبر من 0. الشرط الثالث ده هيقول لك لازم الاس تبقى اكبر من 7. فالمنطقه اللي تحقق الثلاث شروط دول هي المنطقه دي اللي هي الاس اكبر. دي مش هقدر اخدها لان الاس هنا مش اكبر من 7، ولا دي اقدر اخدها لان الاس هنا مش اكبر من 7 ولا اكبر من 2 كمان. فلازم هاخد المنطقة دي بس اللي ينفع فيها التكامل، أو ينفع فيها إن كل لابلاس بتاع كل الدالة دي يبقى convergent مش divergent. طيب زي ما انتم شايفين كده دي طريقه حساب لابلاس ترانسفورم ما بتاخدش جزء من الثانيه. يعني لو عايزين نجيب لابلاس ترانسفورم حتى الداله بالشكل ده انا ما احتجتش اعمل التكامل خالص، احنا حليناها شفوي مباشر ما خدتش مننا ثانيتين على بعض. لابلاس الحقيقه ادانا طريقه سهله جدا نحسب بيها لابلاس ترانسفورم من غير ما نضطر نحسب التكامل بتاعنا. طيب حد عنده سؤال لغايه كده قبل ما نكمل؟
دايما هيديني الايكويشن اكبر من الاس اكبر من صفر. نعم هو دايما هيبقى مديني الاس اكبر من صفر عشان اعرف اطبق كده، ولا في حالات ممكن؟ لا الحقيقه ان الشرط ده انت اللي بتحدده، يعني الشرط ده انت وانت بتحسب لابلاس ترانسفورم انت اللي بتدرسه وانت اللي بتكتبه جنب المساله لو مطلوب منك. يعني هنا مثلا انت لو جيت تحسب لابلاس ترانسفورم هتلاقي ان دي ليها لابلاس ودي ليها لابلاس اكبر لو اس اكبر من 2 ودي لو اكبر من 0 ودي لو اكبر من 7، بس بما ان دي داله واحده فانت هتاخد المنطقه المشتركه ما بين الثلاثه. فانت لما بتحسب لابلاس بالطرق اللي احنا قلناها دلوقتي عشان التكامل ده يبقى ليه قيمه لازم يبقى الاس بتاعتك اكبر من 7، يا اما العنصر مثلا ده لو انت خدت الاس هنا بخمسة مثلا هتلاقي ان التكامل بتاع الجزء ده بقى بما لا نهايه. فلو ده بما لا نهايه اجمع عليه اي حاجه ثانيه برضو هيفضل بما لا نهايه، يبقى دايفرجنت. والداله دي لو اس بخمسة ملهاش لابلاس ترانسفورم، فانت بتشوف اللابلاس ترانسفورم امتى بيبقى كونفرجنت، لان احنا اتفقنا ان لابلاس ترانسفورم مش شرط يبقى موجود لكل الدوال، ممكن التكامل وانت بتحسبه الداله من الدوال يطلع بما لا نهايه، هيبقى ساعتها لابلاس للداله دي غير موجود. او مش بيبقى كمان الحاجه الثانيه ان مش دايما لابلاس بيبقى موجود لكل قيم اس، احنا زي ما شفنا في قيم اس بتخلي التكامل ليه قيمه وفي قيم لاس بتخلي التكامل بما لا نهايه. فمفروض لو انا عايز اشتغل القيم، انا اسف انا قصدي على القيم اللي بما لا نهايه ده كده خلاص كده اللي هي تحول دايفرجنس، ساعتها مش عارف اجي جنبها صح؟ اه بالظبط، يبقى مالكش دعوه بيها، يبقى اذا التكامل تمام. عند النقط دي غير موجود، لابلاس ترانسفورم للداله عند اس بتساوي 5 غير موجود. تمام ما اقدرش اشتغل في الحته دي خالص. تمام فهمت قصدي حضرتك، شكرا. عفوا. طيب تعالوا نكمل كده، نجيب لابلاس بتاع الساين كي تي والكوساين كي تي. طيب برضو ممكن نستخدم، بما ان احنا اوريدي حسبنا الاكسبوننشال فاحنا ممكن نستخدم لابلاس في الكوساين والساين في الاكسبوننشال فورم بتاعته اللي هي دي. احنا عارفين ان باويلر قانون اويلر بيقول ان اي اس اي زاويه معينه بيساوي كوساين الزاويه زائد اي في ساين الزاويه بتاعتي. طيب انا ممكن استغل الموضوع ده عشان احسب الاثنين دول في خطوه واحده. ازاي؟ انا ممكن اقول ان لابلاس بتاع كوساين كي تي زائد اي في لابلاس بتاع ساين كي تي بيساوي لابلاس اي اس اي كي تي، اللي هم الاثنين دول اهم هم نفسهم الاي كي تي. فاقدر اقول ان لابلاس بتاع اي اس اي كي تي هو لابلاس ده زائد لابلاس ده. طيب اللي انا هحسبه ده هيطلع فيه جزء حقيقي ده لابلاس بتاع الكوساين، وهيطلع فيه جزء imaginary ده لابلاس بتاع الساين بالشكل ده. طيب انا عارف ان لابلاس ترانسفورم بتاع اي اس اي داله مضروبه في تي بيساوي 1 على اس ماينس الاكسبوننت اللي هنا ده، 1 على اس ماينس اي في كي. طيب انا عايز اخلي ده الجزء حقيقي ده هيبقى لابلاس بتاع الكوساين، وجزء imaginary ده هيبقى لابلاس بتاع الساين. عشان اخلي ده ريال وايماجينري هضرب في الكونجكت بتاع المقام ده، الكونجكت بتاع اس ماينس اي كي هو اس بلس اي كي بالشكل ده، فهضرب ده في ده. طيب لما اضرب الاثنين دول في بعض تحت هيبقى عندي اس سكويرد بلس كي سكويرد، وفوق هيبقى عندي اس بلس اي كي بالشكل ده. طيب فده الجزء الحقيقي اهو، الجزء الحقيقي اللي مش جنبه الاي، وده الجزء التخيلي اهو اللي جنبه او الايماجينري اللي جنبه الاي. طيب فيبقى عندي ده الريال بورت ده بتاع الكوساين، وده الايماجينري بورت ده بتاع الساين بالشكل ده. طيب واضح كده ان لابلاس بقى بتاع الكوساين كي تي هيبقى الريال بورت اللي هو اس على اس سكويرد بلس كي سكويرد، ولابلاس بتاع الساين هيبقى لابلاس بتاع ساين كي تي هيبقى كي على اس سكويرد بلس كي سكويرد بالشكل ده. على فكره لو ركزتوا شويه في لابلاس بتاع الكوساين والساين هم نفس لابلاس بتاع الكوشاين والشاين بالظبط، بس الفرق في الاشاره هنا. في الكوساين الاشاره هنا والساين موجبه، وفي الكوشاين والشاين الفرق في الاشاره هنا سالبه. فحتى دول مش محتاجين تحفظوهم قوي، يعني لو انت عرفت واحد منهم التاني بس تغيير اشاره.
طيب فحتى الدوال زي الكوساين والساين برضو لابلاس ترانسفورم بتاعهم سهل جدا، ومش محتاج ان انا اجيب التكامل علشان اعرف لابلاس ترانسفورم بيساوي ايه. ومش ان احنا حاطين ناقص اي كي معناتها ان اس ما ينفعش تبقى ريل نمبر، عشان كده الايماجينري بارت هتبقى بصفر. اس لازم تبقى اكبر من اي كي. ف ما هو انت خد بالك ان اي اس اي كي ده، اي اس اي كي اللي فوق دي الماجنتيود بتاعها بكام؟ الماجنتيود بتاعها دايما بيبقى ب 1 بالظبط، هنا دي دايما ايه بواحد، فهنا اصلا ده الجزء بتاعها ده بس هو اللي يهمني. فهنا الشرط ده هيبقى في الحاله دي ان الاس دايما متحققه لما تكون الاس اكبر من الواحد. ماشي تمام. طيب تعالوا ناخد بقى الحاله الخامسه والاخيره، يمكن دي اصعبهم شويه في الاثبات، فركزوا بس فيها كويس. لما يكون عندي بولينوميال، لما يكون عندي polynomial بالشكل ده t to the power n، طبعا n دي ممكن تبقى اي عدد صحيح، يعني ال n دي ممكن تبقى بخمسة باربعة بمية زي ما دي. فهنا Laplace transform بتاع t to the power n عشان احسبها دي بقى ما اقدرش اجيبها بولا حالة من الاربعة اللي فاتوا، فهضطر استخدم القانون الاساسي بتاع Laplace transform. هاخد الدالة دي احطها هنا مكان f of t، هيبقى عندي تكامل من 0 لانفينيتي اي اس نيجاتيف اس تي تي تو ذا باور ان دي تي. طيب حد عنده فكره كده التكامل ده ممكن نحسبه ازاي؟ باي بارتس. تمام، التكامل ده ممكن احسبه باي بارتس، ده الجزء اللي هعمل له تفاضل وده الجزء اللي هعمل له تكامل، ده بالتفاضل هيخلص بعد ان مره. فتعالوا كده نكمل ان نعمل integration by parts للتكامل ده. هنسميه اي ان، هنسمي النتيجه اي ان لان التكامل زي ما انتم شايفين بيعتمد على ان، فلو ان بخمسه هيبقى ده اي خمسه، لو ان ب 10 هيبقى ده اي 10، لو ان بثلاثه هيبقى ده اي 3 وهكذا حسب الاكسبوننت اللي هنا كده. فلو دي اي 3 هيبقى التكامل ده تي اس 3 في اي اس ناقص اس تي، لو ده ان بخمسه هيبقى تي اس 5 في اي اس ناقص اس تي وهكذا. فاحنا عايزين نجيب التكامل ده بكام في الحاله العامه، فهنشتغل فيه باي ايه، باي بارت زي ما يوسف قال. هنا عندي يو بيساوي تي تو ذا باور ان، هنا عندي الدي في اي اس ناقص اس تي دي تي، ده هفضله هيبقى ان في تي تو ذا باور ان ماينس 1 دي تي، وده هعمل له تكامل فيبقى اي تو ذا باور نيجاتيف اس تي على نيجاتيف اس، وبعدين باخد الانتجريشن باي بارتس الجزء ده، ده في ده ماينس تكامل ده في ده. طيب تعالوا نشوف كده، ده في ده اللي هو تي ان مضروبه تي ان اللي هي دي مضروبه في اي اس ناقص اس تي على نيجاتيف اس اللي هو ده، وطبعا التكامل من 0 لانفينيتي، هعوض مره بانفينيتي ومره بزيرو طبعا عن تي، ناقص تكامل ده في ده. طيب لما اجي اضرب ده في ده هيبقى عندي هنا ان على اس بره، يقدر اخدها بره التكامل اللي هي الان والاس دول، والنيجاتيف مع النيجاتيف هتبقى بوزيتيف، وهنا ان على اس ودي اقدر اخدها بره التكامل لان التكامل هنا بالنسبه لتي، فلا الان بتعتمد على تي ولا الاس بتعتمد على تي. طيب هيتبقى هنا كام؟ t to the power n minus 1 مضروبه في اس ناقص اس تي بالشكل ده. طيب الجزء اللي هنا ده لما اجي اعوض هنا عن ال t بانفينيتي فهيبقى عندي هنا e اس نيجاتيف انفينيتي، لو الاس برضو موجبه مضروبه في t to the power sorry infinity to the power n، فالجزء ده هيبقى بزيرو. طيب ولما اعوض هنا عن دي بزيرو هيبقى ده زيرو اس اي حاجه بصفر، واي اس نيجاتيف انفينيتي هتبقى اي اس نيجاتيف زيرو يعني هتبقى بواحد، فيبقى عندي زيرو في رقم هيبقى بزيرو برضه، فالجزء ده بصفر، فهيبقى لي بس
الجزء ده. فلو ركزنا كده في الجزء بتاع التكامل ده هلاقي عندي ان ده هو نفسه تعريف لابلاس ترانسفورم، بس الدالة اتغيرت، بدل ما كانت تي اس ان بقت تي اس ان ناقص واحد. فالجزء ده كأنه اي ان ماينس 1، ان احنا سمينا ان هنا، احنا قلنا اتفقنا ان الان دي هي اللي هتبقى هنا في السبسكريبت ده، فهنا الان اللي فوق بقى اسمها ان ناقص واحد، فبالتالي دي هنا هشيل ال n واكتب بدلها n ناقص 1، فاقدر اقول من هنا ان ال i n بيساوي n على s في i n ماينس 1. طيب واضح لحد كده ولا حد عنده سؤال؟ تمام. طيب احنا دلوقتي وصلنا الى الفورمولا اللي قدامنا دي، ان انا اقدر احسب التكامل بتاع ال n من التكامل اللي قبله على طول. فطيب لو شلت ال n هنا وحطيت بدلها n ناقص 1 يبقى اقدر احسب ال n ماينس 1 بدلاله ال n ماينس 2، هشيل بس كل n واكتب بدلها n ماينس 1، يعني هنا هشيل n دي واكتب بدلها n ماينس 1 واشيل n دي واكتب بدلها n ماينس 1 ماينس 1 هتبقى n ماينس 2. فده معناه ان انا دايما بقدر احسب التكامل من اللي قبليه على طول، اقدر احسب التكامل بتاع تي اس n من تي n ناقص 1، اقدر احسب تي ان ناقص 1 من تي ان ناقص 2 وهكذا. اقدر احسب تي ان ناقص 2 ده برضو لو كملت من تي ان ناقص 3 او من اي ان ناقص 3 بالشكل ده، واقدر اكمل بقى اكمل بالشكل ده لغايه لما زي ما انتم شايفين كده اوصل اكمل كده لغايه لما اوصل ان اي 2 بيساوي هنا 2 على S في I 1 و I 1 بيساوي 1 على S في I 0 بالشكل ده. طيب هفضل اكمل بالشكل ده، فبالتالي اقدر اجيب اي ان ده ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان على اس في اي ان ناقص 1. طيب اي ان ناقص 1 دي هجيبها من هنا، اي ان ناقص 1 بتساوي كل ده، فيبقى عندي هنا ان على اس في ان ماينس 1 على اس اللي هي دي. طيب اي ان ناقص 1 دي اقدر اجيبها بدلاله اي ان ناقص 2، طب اي ان ناقص 2 اجيبها منين؟ اجيبها من هنا، تبقى n ناقص 2 على s في i n ناقص 3 وهكذا. i n ناقص 3 هفضل اكمل 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 لغايه لما اوصل لغايه اخر واحده خالص اللي هي i 1 هتبقى 1 على s في i 0. تمام؟ لو n integer number هيبقى n factorial على s to the power of n plus 1. تمام مظبوط مظبوط. طيب هنا صح زي ما كريم قال بالظبط، لو انا بصيت كده بقى هلاقي عندي n n ناقص 1 في n ناقص 2 وهكذا لغايه لما اوصل الى 1. طيب n في n ناقص 1 في n ناقص 2 لغايه 1 ده فاكتوريال n اللي فوق ده. طيب وتحت هنا عندي s في s في s في s في s n مره، يبقى عندي s to the power n. طيب عندي i n دي اقدر اكتبها انها فاكتوريال n على s to the power n في i 0. طيب I0 دي احنا اتفقنا ال0 ده هو ال n اللي فوق دي، فلو انا عايز احسب ال I0 هيبقى I0 هو لابلاس ترانسفورم، I0 هو لابلاس ترانسفورم بتاع T to the power 0 اي حاجة to the power 0 بواحد، فانا عارف ان لابلاس ترانسفورم بتاع واحد بواحد على S، فاقدر اشيل دي واكتب بدلها هنا واحد على S اللي هي ال I0. طيب يبقى اذا اي ان اقدر اكتبها انها فاكتوريال ان والاكسبوننت اللي تحت ده هيزيد واحد لان انا ضربت في اس، وهنا يبقى عندي اس تو ذا باور ان بلس 1 بالشكل ده. طيب فاذا حتى لو عندي بولينوميال من الدرجه ان زي ما انتم شايفين حساب لابلاس ترانسفورم بتاعها سهل جدا، كل اللي عليا ان انا اعمله ان انا هحسب فاكتوريال ان واقسمه على اس تو ذا باور ان بلس 1.
طيب فكده لابلاس ورينا ان الاليمنتري فانكشنز الاكسبوننشال الشاين الكوشاين الكونستنت الساين الكوساين البولينوميال كلهم حسابات لابلاس فيهم سهله جدا وادانا قوانين ليها ومش محتاجين نحسب تكاملات تاني. فبقى عندنا الجدول اللطيف ده نقدر نحسب بيه لابلاس ترانسفورم لاي داله من الدوال دي. ال A هيبقى A على S، ال exponential بتاع KT هيبقى 1 على S minus K، ال shine هتبقى بالشكل ده، ال cosine بالشكل ده، ال cosine وال sine زيهم بالظبط بس فرق الإشارة، وأخيرا ال polynomial بتاعتي لو عايز تحسب ال plus transform بتاعها N على factorial N على S to the power N plus 1. ودي تقريبا معظم الدوال اللي كان الناس زمان عندها في الفيزيكس وفي الميكانيكس وفي معظم العلوم يعني حتى في السيركت. زي ما انتم عارفين يعني الفولتج سورس بيبقى عباره عن كونستنت، ممكن يبقى ساين ويف، ممكن يبقى اكسبوننشال فانكشن، ممكن يبقى ديكينج او انكريزنج. معظم الدوال دي لابلاس ورينا ان هو يقدر يحسب لها لابلاس ترانسفورم بطريقه سهله جدا من غير ما نحسب تكاملات خالص. اي داله من دول تقابلها شوف بس في الجدول قيمتها بكام واكتب لي النتيجه على طول. طيب حتى لو عندك مجموع اكتر من واحده من دول لابلاس بيقول لك ان لو انت عندك مجموع ان شاء الله كل دول يبقى الناتج مجموع الاول زي المجموع الثاني زي المجموع الثالث وهكذا زي لابلاس بتاع الرابع الخامس السادس واجمعهم كلهم على. فإذا لابلاس ادانا طريقة سهلة جدا لتحويل الدوال الأساسية من التايم دومين إلى الاس دومين زي ما اتفق، من غير بقى ما اقعد أخش في تكاملات صعبة، التكاملات أنا عملتها مرة واحدة وانتهينا منها خلاص. طيب فده كده احنا شفنا تعريف لابلاس ترانسفورم وشفنا ازاي نحسب لابلاس ترانسفورم ونحول دوال من التايم دومين للاس دومين بطريقة سهلة جدا عن طريق ان احنا نبص بس في الجدول اللي قدامنا ده. طيب قبل ما نشوف أمثلة تاني حد عنده أسئلة لغاية كده ولا نكمل؟ تمام. طيب طيب إيه رأيكم بقى، حد يحل معايا كده دول؟ يا ريت اللي عارف يرفع إيده يعني عايزين نشوف ناس مختلفة غير كريم. حد يعرف يحل اول واحده دي؟ طيب أسامة تفضل. أسامة تفضل. أيوة هتبقى فاكتوريال 3 هتقسم حتتين، هتبقى أول فاكتوريال 3 على S باور 4 تمام زائد واحد على S ناقص 4 تمام بالظبط مظبوط جدا. هتبقى بالشكل ده، هتبقى زي ما اتفقنا في حالة البولينوميال بتبقى S ال N اللي فوق دي فاكتوريال على S to the power ده بلس 1 اللي هي S to the power 4، والإكسبوننشال احنا عارفين بناخد ده نكتبه 1 على S minus الإكسبوننت اللي فوق ده اللي هو 1 على S minus 4. طيب محمد تعرف تاني واحدة دي نعملها ازاي؟ محمد حسين ولا انت كنت رافع ايدك على الاولانية؟ رافع ايدي على الاولانية. طيب طب حد يعرف التانية؟ طب اسلام هنستعمل الدبل انجل اللي هو ساين سكوير 3 تي هيبقى كوزين 6 اكس ماينس هاف او تمام مظبوط مظبوط صح صح فتتقسم على 2 بقى ونستعمل الرولز بتاعت هو انت بس
تمام، حلو جدا. هي بس هنبدل، بس انت بدلت الاشارات، هي هاف ماينس الساين الدبل الانجل. تمام. طيب هنا زي ما انتم شايفين في رقم 2i دي حاله انا ما شفتهاش، يعني لابلاس ما اثبتها لناش، اللي هي ساين سكويرد. احنا خدنا الساين، خدنا لابلاس بتاع الساين، بس ما خدناش لابلاس بتاع الساين سكويرد. طيب بس انا ممكن بالتريجونومتريك ريليشنز احول الساين سكويرد دي لساين عاديه، ساين ضعف الزاويه، زي ما اتقال بالظبط، ان انا ممكن احول الساين سكوير دي لنص ناقص نص ساين 6 كوساين سوري 6 تي بالشكل ده. فالساين سكوير هنا 3 تي دي اقدر اكتبها 1 على 2 ناقص 1 على 2 كوساين 6 تي، وكوساين 6 تي دي اقدر احسبها من الجدول اللي فات. هيبقى عندي ال 1 على 2 دي لابلاس بتاعها ب 1 على 2 اس، والناقص 1 على 2 دي دي ممكن اخدها بره مشترك، والكوساين زي ما اتفقنا هي اس على اس سكويرد زائد ال 6 دي تربيع بالشكل ده. طيب ساين كوساين برضو دي بالحالات اللي ما عدتش علينا، ساين كوساين دي برضو احنا خدنا لابلاس بتاع الساين لوحدها او لابلاس بتاع الكوساين لوحدها. طيب ايه رايكم دي نفكر فيها ازاي؟ هل ممكن نحولها برضو لحاجه من اللي احنا خدناهم ولا صعب؟ ساين دبل الانجل. تمام، دي على طول ساين دبل الانجل. احنا عارفين ان ساين 2x بتساوي 2 ساين x كوساين x، فهنا اقدر على طول دي اقول انها لابلاس بتاع هاف ساين 4t بالشكل ده، ولابلاس بتاع ساين اي زاويه انا عارفه اقدر اقول ان ده ب 4 على اس سكويرد بلس 16 بالشكل ده. طيب زي ما انتم شايفين اللابلاس ترانسفورم لاي داله التحويل من التايم للاس دومين ما بياخدش مننا ثواني، يعني تحويل لداله بالشكل ده ما خدش مننا ثانيه، يعني حتى انتوا لسه مشروح لكم من خمس دقائق وانتوا بتحلوه احسن مني دلوقتي في ثواني. فانا لابلاس ورينا ان الدوال الاساسيه دي حتى باستخدام علاقات بسيطة زي ده زي رقم 2 و3 دول أقدر بسهولة شديدة إن أنا أحول من التايم دومين للإس دومين باستخدام لابلاس ترانسفورم. طيب هناخد ثلاث نظريات كمان تساعدنا، هتفتح لنا باب أكبر للتحويل ما بين التايم دومين والإس دومين باستخدام لابلاس ترانسفورم، بس خلونا ناخد بريك الأول ربع ساعة، يعني احنا مش باقي كتير، هو الحقيقة النهاردة هنخلص بدري غالبا، بس كويس عشان عايز اكلمكم في كذا موضوع كده، فخلونا ناخد بريك ونرجع 2:30 بالظبط. طب يا دكتور انا عندي سؤال مش في المحاضرة قوي يعني. اسأل اتفضل. هو ايه هي الانتجرال ايكويشن؟ الانتجرال ايكويشن زي الديفرنشال ايكويشن بالظبط. الديفرنشال ايكويشن هي معادلة طرف شمال وطرف يمين وبينهم علامة يساوي في دالة مجهولة وتفاضلات الدالة بالنسبة للمتغير المستقل بتاعها. الانتجرال ايكويشن هي نفس التعريف ده بالظبط، هي معادلة برضو دالة مجهولة معادلة طرف شمال وطرف يمين وبينهم علامة يساوي في دالة مجهولة وتكاملات الدالة بقى بدل تفاضلات الدالة. طب هو كده تقريبا مفيش فرق بينها وبين يعني لو انا عندي معادلة تفاضلية فيها واي دبل داش وواي داش وواي، فانا ممكن اقلبها ان انا اقول الواي دبل داش دي عباره عن زد مثلا، والواي داش هي تكامل الزد، والواي هي تريبل انتجرال للزد، ف يعني هما نفس الشيء تقريبا، بس الفرق ان الفاريبل اللي انا عايزه بيختلف. صح، انت قصدك ممكن تعمل كده، يعني ممكن انت تقلب معادله تفاضليه لمعادله تكامليه، بينفع زي ما انت بتقول، يعني انت زي ما انت بتقول لو عندك معادله واي داش زائد واي ممكن تعتبر ان الواي داش هي زد مثلا، ويتبقى الواي ساعتها هي تكامل للزد. يعني هو ما فيش فرق كبير بينهم، او دي ليها استخدامات ودي في حاجه تانية، مع نفس الشيء تقريبا. لا، هي ممكن التحويل ما بينهم، بس عاده احنا بنفضل نتعامل مع المعادلات التفاضليه لانها زي ما انت شفت كده ليها طرق حل مختلفه. يعني المعادلات التكامليه لا، التعامل معها بيبقى بحذر شديد، يعني لأن أنت المعادلات التكاملية عشان تحلها أنت محتاج تفاضل. يعني تعالى نفرض مثلا أن أنا عندي معادلة زي ما أنت قلت لك كده أنها زد زائد تكامل زد بيساوي دالة في إكس بيساوي كوزاين إكس. طيب
المرة اللي فاتت أنا كان عندي معادلة تفاضلية عايز أحلها فبكامل، كويس؟ طيب دلوقتي بقى أنا عندي مشكلة، أنا عندي معادلة تكاملية، فأنا عشان أحلها عايز أحول التكامل لتفاضل. طب أنا لما فاضل التكامل هيرجع لي الدالة زد تاني، لكن لما فاضل الزد هتروح طلع لي دالة زد داش، فهتتقلب معادلة تفاضلية تاني، طيب أنا ما كسبتش حاجة. فطرق حل المعادلات التفاضلية موجودة والناس درستها باستفاضة. في طرق حل طبعا للمعادلات التكاملية بس يعني علم مختلف شوية. تمام، شكرا دكتور. عفوا. طيب 2:30 ان شاء الله.
يوه السلام عليكم يا شباب. نكمل. تمام مع حضرتك يا دكتور. تمام سلام. طيب زي ما كنا شفنا قبل البريك، احنا كنا وقفنا على الجدول ده اللي عمله لابلاس عشان يحول لنا من التايم دومين الى الاس دومين. زي ما انتم شفتوا الاليمنتري فانكشنز دول ادينا الفورمولاز بتاعه التحويل، ونقدر نحول من اي واحده لاي واحده بسهوله جدا دلوقتي من غير ما نحتاج نحسب التكاملات دي. طيب برضو في بعض النظريات هيكبروا لنا الجدول ده جدا، زي ما هتشوفوا دلوقتي هيخلونا نقدر نحسب لابلاس ترانسفورم برضو من غير تكاملات لقطاع اكبر من الدوال. اول نظريه اللي قدامنا دي نظريه الفيرست شيفت ثيرم، بتقول ان لو في لابلاس ترانسفورم الداله اسمها اف اوف تي اسمه اف اوف اس، اللابلاس ده موجود، يعني بما ان الداله دي كاتبها لي فهو معناها ان الترانسفورم ده اكزيست مش دايفرجنت. فده معناه ان لابلاس ترانسفورم بتاع اف اوف تي لو خدت اف اوف تي دي ضربتها في اي اس ناقص اي تي، ده هيناظر ان انا عملت شيفت للاف اوف اس دي بمقدار ايه. يعني ايه شيفت؟ يعني شلت كل اس وحطيت بدلها اس بلس اي. طيب ده معناها ان العمليه دي في التايم دومين، ان انا اخد داله اضربها في اي اس ناقص اي تي في التايم دومين، يناظرها بس في الاس دومين ان انا اشيل كل اس واكتب بدلها اس بلس اي. طيب اثبات الكلام ده سهل خالص. لو انا خدت هنا لابلاس بتاع الداله اللي انا عايز احسبه دي، وجيت احسب لابلاس ترانسفورم ل اف اوف تي في اي اس ناقص اي تي، هاخد الداله دي احطها مكان هنا جنب الاي اس ناقص اس تي في المكان ده، فيبقى عندي هنا f of t في e اس ناقص at. طيب هنا عندي exponential e اس ناقص st و exponential e اس ناقص at، اقدر اجمع ال exponents هنا على بعض بالشكل ده، هيبقى e اس ناقص at s زائد a في t في f of t dt بالشكل ده. طيب لو جيت قارنت الشكل ده بالشكل بتاع لابلاس ترانسفورم الاساسي، هلاقي ان الفرق الوحيد هو الجزء ده، ان انا بدل ما كان عندي هنا اس بقى اسمها اس دلوقتي بقى اسمها اس زائد اي، فهو نفسه اللابلاس ترانسفورم بتاع الداله دي بس كاني شلت كل اس وكتبت بدلها ايه اس زائد. طيب يبقى اذا النظريه دي بتقول لي ان انت لو عارف تجيب لابلاس ترانسفورم لاي داله وعندك اللابلاس بتاع الداله دي، لو خدت الداله دي في التايم دومين ضربتها في اي اس ناقص اي تي، كل اللي عليك تعمله انك تشيل كل اس هنا وتكتب بدلها اس زائد اي بالشكل ده. طيب فده طبعا هيفتح لنا باب كبير جدا، ان احنا دلوقتي اي داله من اللي احنا شفناهم في الجدول مضروبه في اي اس ناقص او زائد اي تي، اقدر احسب لها لابلاس ترانسفورم من القانون ده مباشره. يعني مثلا لو انا عايز احسب لابلاس ترانسفورم بتاع تي في اي اس ناقص 3 تي، طيب هاخد الداله دي الداله المضروبه في الاكسبوننشال فانكشن. طيب اجيب لابلاس بتاع الداله دي، لابلاس ترانسفورم اوف تي زي ما اتفقنا دي كانها تي اس 1، فيبقى لابلاس ترانسفورم بتاعها 1 على اس سكويرد بالشكل ده، اللي هي 1 على اس اس ان زائد 1، فيبقى 1 على اس سكويرد. طيب لو كانت لابلاس بتاع تي ب 1 على اس سكويرد، يبقى لما اضرب هنا هعمل ايه بقى؟ الضرب في اكسبوننشال زي ما اتفقنا من النظريه اللي فاتت بيعمل لي ايه؟ بيقول لي شيل كل اس وحط بدلها اس زائد 3 او بالشكل ده. طيب فالضرب في الاكسبوننشال هنا كاني بشيل كل اس واكتب بدلها اس زائد 3، يبقى اس سكويرد دي هتبقى اس بلس 3 سكويرد. بس كده. زي ما انتم شايفين يعني النظريه دي اقدر استخدمها في نفس السطر، حتى ما احتاجناش سطر زياده يعني، عشان نحسب لابلاس ترانسفورم وبرضه من غير ما نحسب تكامل. طيب لو عايز اجيب لابلاس ترانسفورم بتاع كوساين 4t مضروبه في اي اس ناقص اي تي، طيب تي الداله الرئيسيه بتاعتي مضروبه في اي اس ناقص تي بالشكل ده. طيب النظريه بتقول لي ايه؟ بتقول لي هات لابلاس بتاع كوساين 4t وبعد كده شيل كل اس واكتب بدلها اس بلس 1.
طيب الكوساين لابلاس بتاعه عبارة عن إيه؟ عبارة عن S على S squared plus 4 squared بالشكل ده. طيب النظرية بتقول لي لما تضرب فيه أس ناقص T شيل كل S واكتب بدلها S زائد 1. فعندي هنا S فوق وعندي S في الدينومينيتور، فهشيل ال S اللي فوق واكتبها S plus 1، وهشيل ال S اللي تحت واكتبها S plus 1. فده يبقى شكل لابلاس ترانسفورم للدالة اللي قدامنا دي. خدوا بالكم من غير الشيفت ثيوريم ما كنتش اقدر احسب لابلاس ترانسفورم ده. انا بعرف احسب لابلاس ترانسفورم الاكسبوننشال لوحده والكوساين لوحده، لكن لو الاثنين مضروبين في بعض ما خدناش طريقه نحسبهم بيها غير بالنظريه اللي فاتت دي. لو انا بقى ما عنديش النظريه اللي فاتت يبقى الحل الوحيد ان انا اخد كل شكل الداله ده وعوض بيه في القانون التكامل بتاعي على بلس ترانسفورم واحاول احسبه. طيب حد يساعدني كده في الايه في المساله دي؟ عايز لبلس ترانسفورم بتاع اي اس 2 تي في تي كيوب بلس 2 تي ماينس 1. انا عندي لابلاس يحسب لي بولينوميالز دي، صح؟ احنا اتفقنا تي اس ان باي ان اقدر احسبها بالقانون اللي احنا ايه لسه اثبتناه. طيب نعمل ايه بقى؟ حد يقول لي كده؟ هوزع الـ A أس 2 تي على عليهم كلهم بعدين اشتغل عادي. تمام. طيب هوزع الـ A أس 2 تي على كل دول، او ممكن اعتبر ان دي كلها F أوف تي واحسب لها لابلاس ترانسفورم، وبعد كده اشيل كل S واكتب بدلها S ماينس 2 بالشكل ده. فاقدر اجيب لابلاس ترانسفورم بتاع الداله دي على بعضها كده، تي كيوب هتبقى 3 فاكتوريال 3 على اس اس 4، هنا هتبقى 2 على اس سكويرد، وهنا هتبقى ماينس 1 اوفر اس. بعد كده هاجي بقى اشيل كل اس من دول من الثلاثه دول واحط بدلها اس ماينس 2 من هنا بالشكل ده. فهيبقى ده شكل الحل عندي. زي ما انتم شايفين النظريه دي بتفتح لنا قطاع كبير جدا لكل الدوائر اللي احنا خدناها مضروبه في دي. طيب لو النظريه الاولانيه واضحه ما حدش عنده سؤال، ممكن نشوف النظريه الثانيه. النظريه الثانيه برضو بتقول لي بتحسب بتخليني اقدر احسب لابلاس ترانسفورم لاي داله ليها لابلاس ترانسفورم لو عندي الداله دي مضروبه في تي. يعني المره اللي فاتت خدنا ضربنا الداله في اكسبوننشال، لا المره دي هضربها في تي بقى. طيب الضرب في تي ده في التايم دومين بيناظروا ايه في الاس دومين؟ بيناظروا تفاضل بالنسبه للاس في التايم دومين، زي ما في الاس دومين سوري، زي ما اتفقنا ان العمليات مش زي بعض. يعني العمليه اللي هعملها في التايم دومين زي ما شفنا في المثال بتاع الدايره مثلا، لما كنت بكبر الدايره كان بيناظر الكلام ده ان انا بحرك الخط بتاعي يمين او شمال. نفس الكلام هنا برضو نتيجه ان التحويل ده معقد، فالعمليات مش زي بعض. ممكن تبقى عمليه سهله جدا زي الضرب في تي هنا يناظرها عمليه صعبه في الاس دومين زي التفاضل مثلا او العكس. فهنا النظريه دي بتقول لك لو انت عندك لابلاس ترانسفورم الداله اف اوف تي بيساوي اف اوف اس، يعني موجود وبيساوي اف اوف اس، فلو انت عايز تجيب لابلاس ترانسفورم لنفس الداله دي مضروبه في تي، هات لابلاس ترانسفورم بتاع الداله اف وفضله بالنسبه لاس واضرب في نيجاتيف. طيب اثبات الكلام ده سهل خالص. ادي الاف اوف اس اهي، تعالوا نجيب الطرف ده، تعالوا نفضلها نفضل الطرفين بالنسبه لاس. لما اجي فاضل ده بالنسبه لاس، طيب ده بيعتمد على تي ملاش دعوه بيه لان انا بفاضل بالنسبه لاس، دي بس الحاجه الوحيده اللي انا عايز افاضلها. فالاكسبوننشال ده بس الحاجه الوحيده اللي هتتفاضل بالنسبه لاس، وانا بفاضل بالنسبه لاس التي تعتبر كن. طيب لما اجي فاضل ده يبقى هتفضل الاكسبوننشال ده زي ما هو، وهضرب فيه تفاضل اللي فوق ده اللي هو ماينس تي بالشكل ده. طيب دلوقتي انا عندي هنا ماينس تي في اي اس ناقص اس تي اف اوف تي. طيب التي دي ممكن اخدها مع الاف اوف تي بالشكل ده،
دي كده، والنيجاتيف ده اقدر اطلعه بره التكامل بالشكل ده. طيب لو بصينا على التكامل اللي قدامنا ده هنلاقي ان انا عندي الكيرنل بتاعي او الايوس ناس اس تي مضروبه في داله دلوقتي، مش اف اوف تي بقى اسمها تي في اف اوف تي. طيب الجزء ده كاني بجيب لابلاس ترانسفورم بتاع الداله اللي اسمها تي في اف اوف تي. طيب اذا الجزء ده هو لابلاس ترانسفورم بتاع تي في اف اوف تي، وفي اشاره نيجاتيف، النيجاتيف دي ممكن اطلعها بره هنا يطلع لي نفس الشكل الايه اللي قدامي ده، وهو المطلوب اثباته. يبقى اذا النظريه الثانيه دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان انت لو عارف لابلاس لاي داله تقدر تحسب لابلاس لنفس الداله مضروبه في تي عن طريق ان انت تفاضل الاف اوف اس وتضرب في اشاره نيجاتيف. طيب بنفس الطريقه ممكن نعيد الكلام ده لاي تي اس ان، كل مره كل ضرب في تي هيخليني افاضل مره كمان. فلو عندي عايز اجيب لابلاس ترانسفورم بتاع تي اس ان مضروبه في اف اوف تي، كل اللي هعمله هيبقى ناقص 1 تو ذا باور ان مضروبه في تفاضل اف بالنسبه لاس ان مره اف اوف اس دي. فبالتالي النظريه دي والنتيجه بتاعتها بيفتحوا لنا الباب ان احنا نحسب لابلاس ترانسفورم لاي داله من اللي في الجدول مضروبه في تي لاي اس، اس 10 اس 50 زي ما تطلع، عن طريق ان انا هعمل تفاضلات بالشكل اللي قدامنا ده. طيب فمثلا هنا لو طالب مني ان انا احسب لابلاس ترانسفورم بتاع ساين 3 تي مضروبه في تي، كل اللي هعمله ان انا هجيب لابلاس بتاع ساين 3 تي ده واستخدم القانون اللي احنا خدناه، افاضل اللي يطلع بره بالنسبه لاس واضربه في ماينس 1. طيب لابلاس بتاع ساين 3 تي بيساوي ايه؟ لابلاس بتاع ساين 3 تي بيساوي 3 على اس سكويرد بلس 9. يبقى اذا لابلاس بتاع تي في ساين 3 تي هو تفاضل ده بالنسبه لاس ومضروب في اشاره سالبه. طيب لو جيت افاضل ده بالنسبه لاس، ال 3 دي كونستنت والناقص ده كونستنت برضه، هفاضل دي هتبقى ناقص 1 على اس سكويرد بلس 9 في تفاضل اس سكويرد اللي هي 2 اس. طيب هيبقى عندي لما اختصر هيبقى عندي ده شكل لابلاس ترانسفورم بتاعي. طيب هنا برضو انا بعرف اجيب لابلاس ترانسفورم بتاع الشاين، بس ما بعرفش اجيب لابلاس ترانسفورم بتاع شاين مضروبه في تي سكوير. بس النظريه اللي احنا لسه واخدينها بتقول لي انك تعرف ازاي ان انت هتجيب لابلاس ترانسفورم بتاع شاين 2 تي اللي هو 2 على اس سكويرد ماينس 4، وهتعمل له تفاضل هنا بما انه مضروب في تي سكويرد، كل ضرب في تي هيخليك تفاضل دي باي دي اس، فيبقى انا هفاضل مرتين بالشكل ده بالنسبه لاس. طيب افاضل اول مره هيبقى عندي نيجاتيف 4 اس على اس سكويرد ماينس 4 سكويرد، هفاضل ده كمان مره هيديني بعد ما اختصر يعني 4s 3s squared plus 4 على s squared minus 4 cubed بالشكل اللي قدامنا ده. طيب يبقى زي ما قلنا النظريه دي كمان مع اللي فاتت بيفتحوا لي الباب ان انا استخدم لابلاس ترانسفورم لعدد كبير جدا من الدوال الايه الجداول اللي فاتت، مش بس ما كانتش بتديني امكانيه ان انا اطلعها كلها. طيب حد عنده سؤال لغاية كده ولا نشوف النظرية الثالثة والأخيرة؟ أنا دكتور في النظرية اللي فاتت سلايد 34. تمام معاك. وإحنا في السطر الثالث كده في يعني في السطر الثاني في البروف ما فهمتش عملنا إيه؟ السطر الثاني ده ولا ده؟ اللي فوقه يعني هو بين السطرين النقل منديل دي ما فهمتش عملت إيه؟ تمام. طيب بص احنا هنا عندنا ايه من تعريف لابلاس ترانسفورم ان الاف اوف اس بتساوي التكامل ده، صح؟ تمام ماشي. طيب تعالى نفاضل الطرفين بالنسبه لاس، يعني هفاضل الطرف ده وهفاضل الطرف ده ماشي. طيب لما باجي افاضل ده هيدي لي دي باي دي اس في اف اوف اس ده اللي هو الجزء ده. طيب الجزء ده بقى لما اجي افاضل التكامل ده
بالنسبه لاس. طيب التكامل ده اصلا بالنسبه لمين؟ بالنسبه لتي. يعني انا بعمل التكامل ده بالنسبه لتي. طيب هل التي تفرق معايا هنا ولا انا بفاضل بالنسبه لحاجه ثانيه؟ بفاضل بالنسبه لحاجه ثانيه. تمام، بفاضل بالنسبه لاس. فكل حاجه بتعتمد على تي تعتبر كونستنت، فالتكامل ده نفسه هيفضل زي ما هو، والاف اوف تي دي هتفضل زي ما هي، تنزل زي ما هي، والتكامل هينزل زي ما هو. مين الحاجه الوحيده اللي داله في اس؟ الاكسبوننشال فانكشن دي. تمام، دي لما اجي افاضلها هفاضلها بالنسبه لاس، صح؟ اما اجي افاضلها بالنسبه لاس التي تعتبر ثابت، فالاي اس ناقص اس تي هتبقى ايه؟ اي اس ناقص اس تي بالشكل ده، بتفاضل الاس اللي جوه ده او الاكسبوننت اللي جوه، تفاضل الاي اس ناقص اس تي هيبقى ناقص تي، ده التفاضل بتاع اللي جوه ده. تمام؟ تمام يا دكتور، فهمت. فهيطلع لي الايه الشكل ده. بعد كده كل اللي هعمله بس ان انا هاخد التي جنب الاف اوف تي دي هنا، فيبقى ده لابلاس بتاع الداله التي في اف اوف تي بالشكل ده. تمام، شكرا. عفوا دكتور، معلش انا عندي سؤال برضه. اه اتفضل. هو احنا دلوقتي احنا بنحول من التي للاس، ايه الاس ده بقى؟ يعني مثلا احنا كنا في السيركس لما بنحل الاي سي بنحول من التايم دومين للتايم دومين للكومبلكس دومين، ايه الاس ده بقى؟ بص الاس دي الاس دي هي حاجه بيسموها الكومبلكس فريكوانسي. يعني انت عندك فريكوانسي، الفريكوانسي في منها نوعين، في فريكوانسي اللي هي اللي انت اخدتها قبل كده في سواء في السيركت سواء هتاخدوها في السيجنالز، اللي هي بتحولي من التايم دومين للفريكوانسي دومين، وانتوا عارفين التعريف بتاع التايم والتعريف بتاع الفريكوانسي. طيب الاس بقى هي الحاله العامه من الفريكوانسي دومين. يعني انت احنا قلنا هنا ان ده تعريف لابلاس ترانسفورم. لابلاس ترانسفورم بيحول من التايم دومين للاس دومين، والاس دي في الحاله العامه كومبلكس. يعني ايه كومبلكس؟ يعني ممكن نكتبها بالشكل ده، نكتبها ايه زائد اي بي مثلا. فالفريكوانسي هنا دي بيسموها الكومبلكس فريكوانسي. الكومبلكس فريكوانسي بتتكون من جزئين، جزء ريال وجزء ايماجينري. طيب الجزء الايماجينري ده لوحده يديك الفريكوانسي بتاعت زمان. يعني لو انت غيرت الاس وكتبتها اي اس اي اوميجا، اوميجا دي هتبقى هي نفسها 2 باي اف بتاعت زمان، اللي هي الفريكوانسي بالراديانز بالشكل ده. فالاس دي هي لو الاس دي بتساوي اي اوميجا ده هيديك الفريكوانسي، هيحول لك من التايم دومين للفريكوانسي دومين. طيب الاي بقى بتعمل ايه بقى؟ الاي مش بس بتطلع لك الفريكوانسي، لا بتطلع لك الفريكوانسي كمان بتزيد ولا بتقل. يعني بص تعالى ناخد كده الفانكشن دي، لو انا قلت لك انا عندي اي اس 2 في ساين اي اس 2 تي في ساين تي، تمام؟ هنا لو انا بتكلم على ساين تي بس هتقول لي الفريكوانسي هنا بواحد، فهتقول لي دي داله عامله كده والفريكوانسي بتاعتها بواحد. طيب لو انا قلت لك بقى ان لا ال A دي باتنين مش بصفر، فهتقول لي طيب ايه تفتكر ايه اللي هيحصل في الساين دي لو هنا في اتنين دي؟ تفتكر ايه اللي هيحصل؟ تشفت لفوق؟ لا مش عارف. هي الاي اس 2 تي دي مع الوقت بيحصل لها ايه؟ بتكبر ولا بتصغر؟ المفروض تكبر صح؟ فهتلاقي ان الايوس 2 تي دي حاجه عامله كده، تمام؟ فهتلاقي ان الامبليتيود بتاع الساين ده مع الوقت عمال يكبر بالشكل ده. فده لو كانت الاي دي موجبه. طب لو كانت الاي دي نيجاتيف 2 تي كنت هتلاقي بدل ما هي بتكبر لا بتصغر، هتلاقيها ماشيه العكس. فاذا الكومبلكس فريكوانسي مش بس بتقول لك الفريكوانسي كومبوننت بتاعتك، لا دي بتديك معلومه زياده كمان، هل الفريكوانسي دي ثابته؟ يعني الفريكوانسي هنا ثابته، بس كمان الامبليتيود بتقول لك ان هو بيكبر مع الوقت او بيصغر مع الوقت، فدي بتديك معلومه زياده عن اللي انت عارفه اصلا من الفريكوانسي لوحدها، فعشان كده بيسموها الكومبلكس فريكوانسي. تمام؟ عفوا.
انتوا المفروض خدتوا الكلام ده في الجزء بتاع الدامبنج والاوفر دامبنج والاندر دامبنج والحاجات دي صح ولا ما سمعتوش عنه خالص قبل كده؟ حليناه بطريقه مختلفه. تمام. ما كناش خدنا ديفرنشال اه فخدناه بطريقه مختلفه. تمام. طيب النظرية الثالثة بقى والأخيرة بتقول إن لو أنت عندك لابلاس ترانسفورم بتاع دالة عارفه بكام وفي شرط كده اللي هو إن الليمت لما تي تندس تو زيرو اف اوف تي على تي موجود يعني ليها أي قيمة بس مش بقيمة undefined ولا undetermined يبقى لابلاس ترانسفورم بتاع الدالة دي مقسوم على تي بيساوي لابلاس ترانسفورم اللي أنت عندك ده كامله بس من أول اس لغاية infinity بالنسبة لإس. يعني إذا النظرية اللي فاتت بتقول لنا إن الضرب في تي لا الضرب دالة في تي في التايم دومين بيناظروا تفاضل، النظرية دي بتقول لنا إن اسم الدالة على تي بيناظروا تكامل الدالة دي في الإس دومين. يعني الضرب في تي العملية دي بيناظرها تفاضل في الإس دومين والاسم على تي بيناظرها تكامل في الإيه في الإس دومين. طيب إثبات الكلام ده سهل برضو خالص. لو انا خدت دي الفاي اهي الفاي اوف اس دي الداله اللي انا عايز احسب لها لابلاس ترانسفورم اللي هي دي يعني انا عايز اعرف الفاي اوف اس دي بكام في الاخر فهي دي اللي انا عايز احسبها فلو انا قلت ان فاي اوف اس بتساوي لابلاس بتاع اف اوف تي على تي اللي هي بتساوي تكامل من 0 لانفينيتي الكيرنل بتاعي مضروب في الداله اللي هنا دي ايا كانت بقى اف اوف تي على تي بالشكل ده. طيب واضح طبعا ان هنا هو مديني شرط ان التكامل ده لازم يبقى موجود وليه قيمه، ليه؟ لان هو هنا انا بقسم على تي، يعني بقسم على تي وتي دي من اول صفر، فلو انا حطيت هنا تي بصفر هيطلع لي الكلام ده كله بانفينيتي. صح؟ فلازم حاجه زي ساين. بالظبط، فلازم اضمن الشرط ده بيضمن لي ان الاف اوف تي على تي دي موجوده وليها قيمه محدده مش بتروح لانفينيتي، لان زي ما كريم قال لو انا خدت ساين تي مثلا فانا عارف ان ساين تي على تي لما تي تندس تو زيرو بواحد فهيبقى ليها قيمه فالواحد ده هيخلي لي التكامل ما يبقاش دايفرجن فعشان كده الشرط ده موجود. طيب دلوقتي زي ما قلنا دي الفاي دي الحاجه اللي انا عايز احسبها دي اللابلاس بتاع الجزء ده. طيب فاللابلاس بتاع اي حاجه هو ايه؟ انك هتاخد التكامل ده بس هتشيل الاف اوف تي اللي كانت هنا وتحط بدلها اللي موجود جوه هنا. تعالوا بقى نفاضل الطرفين زي ما عملنا بالنسبه لاس زي المره اللي فاتت، تعالوا ناخد الطرفين دول نفاضلهم بالنسبه لاس. فهنا هيبقى عندي تفاضل فاي دي بالنسبه لاس، هنا هفاضل التكامل ده. طيب لما اجي افاضل التكامل ده بالنسبه لاس برضو زي المره اللي فاتت بالظبط، ده تي وده بيعتمد على تي وده تكامل بالنسبه لتي، فكل دول مش هيتغيروا. الوحيد اللي هيتفاضل هنا هو الجزء ده. ولما هفضله هيديني زي المرة اللي فاتت هيديني minus t e to the power negative s t بالشكل ده. طيب هنا ال t دي اقدر اختصرها مع ال t هنا بالشكل ده هيتبقى لي negative e اس ناقص s t f of t dt. طيب ما هو ده شكل Laplace transform بتاع f of s بالشكل ده negative f of s. يبقى اذا تفاضل الفاي دي بيساوي اللي هو هي بتساوي لابلاس بتاع f of t على t بيساوي نيجاتيف s. طيب تعالوا بقى نكمل الطرفين كده بالنسبه ل s. لو جيت كملت الطرفين هنا بالنسبه ل s التكامل والتفاضل هيروحوا مع بعض وهيبقى هنا عندي فاي of s اللي انا اصلا بحسب عليه وهنا هيبقى عندي تكامل ايه من نيجاتيف f of s لغايه t s. طيب تعالوا كده نخلي التفاضل ده من اول اس لغايه انفينيتي ونخلي التفاضل ده برضو من اول اس لغايه انفينيتي. طيب فهيديني نفس الشكل ده بالظبط. تعالوا بقى نكمل الطرفين من اول اس لغايه انفينيتي. طيب لما اجي اكمل الطرف اللي على الشمال ده هيديني التكامل مع التفاضل هيلغوا بعض هيبقى لي فاي اوف اس. هيتبقى لي هنا فاي اوف اس هعوض عن الاس مره بانفينيتي ومره باس. والتكامل ده هسيبه زي ما هو. هينزل كده زي ما هو. طيب فاي اوف انفينيتي بكام بقى؟ ايه رايكم؟ فاي لو عوضنا عن الاس بانفينيتي هتبقى بكام؟
على حسب ايه هو الفاي اصلا؟ الفاي اهي، الفاي اهي، لو شلت الاس دي وحطيتها انفينيتي هتبقى يبقى يس تمام، يبقى فاي اوف انفينيتي هنا دي عند انفينيتي هتبقى فاي بزيرو صح؟ فهيبقى الجزء ده كده ده بزيرو، هيتبقى لي هنا نيجاتيف فاي اوف اس، لما اعوض هنا باس هتبقى نيجاتيف فاي اوف اس، وهنا نيجاتيف تكامل من اس الانفينيتي اف اوف اس دي اس. طبعا النيجاتيف مع النيجاتيف اقدر اخليهم بوزيتيف، يبقى هيتبقى لي ان فاي اوف اس اللي هي لابلاس بتاع اف اوف تي على تي بتساوي تكامل من اس لغايه انفينيتي اف اوف اس دي اس بالشكل ده. طيب يبقى سريعا كده الثلاث نظريات اللي احنا خدناهم، واحده بتفتح لي الباب ان انا احسب لابلاس ترانسفورم لاي داله مضروبه في اكسبوننشال فانكشن، واحده بتفتح لي الباب ان انا احسب لابلاس ترانسفورم لاي داله انا عارف لابلاس بتاعها مضروبه في تي باي اس، والثالثه والاخيره دي بتحسب لي لابلاس ترانسفورم لاي داله مقسومه على تي. فده طبعا هيفتح لنا الباب ان احنا نحسب لابلاس ترانسفورم لدوال زي دي ما كناش نقدر نحسبها قبل كده خالص. لابلاس ترانسفورم بتاع ساين تي على تي، اول حاجه محتاج اعملها اتاكد من الليمت. الليمت هنا طبعا بتاع تي تندس تو زيرو لما بتاع اف اوف تي على تي، الليمت ده لما تي تندس تو زيرو بتاع ساين تي على تي، انتوا عارفين طبعا ان هو بواحد، فالليمت ده موجود. طيب بما ان هو الليمت موجود ده الشرط عشان استخدم النظريه الثالثه، يبقى ده الشرط بتاعي يبقى اقدر استخدم النظريه الثالثه. النظريه الثالثه بتقول لي ايه؟ بتقول لي هات لابلاس بتاع ساين تي وبعدين اللي يطلع ده كامله من غايه من اول اس لغايه انفينيتي. طيب لابلاس بتاع ساين تي بيساوي ايه؟ لابلاس بتاع ساين تي بيساوي 1 على اس سكوير بلس 1 من الجدول بتاعنا. طيب بالتالي يبقى لابلاس بتاع ساين تي بيساوي الكلام ده، يبقى لابلاس بتاع ساين تي على تي هو تكامل الواحد على اس تربيع زائد واحد دي اس من اول اس لغايه انفينيتي. طيب التكامل ده طبعا احنا عارفينه بكام؟ ب 10 ماينس 1. فيبقى عندي هنا 10 ماينس 1 من اول انفينيتي لغايه اس. طيب 10 ماينس 1 انفينيتي بكام؟ حد فاكر؟ باي على 2. باي على 2 بالظبط. فيبقى عندي هنا باي على 2 ناقص 10 ماينس 1 اس. طيب باي على 2 ناقص 10 ماينس 1 اس دي اقدر اكتبها 10 ماينس 1 1 على اس. يبقى اذا زي ما انتم شايفين اللابلاس بتاع ساين تي على تي طلع لي بحاجه غريبه خالص بقى، طلع لي بداله 10 ماينس 1. تمام؟ نتيجه ان انا ابتديت ادخل تكاملات فابتدت الايه الدوال اللي انت شفتها ده. نعم؟ ايه الرينج بتاع الاس هنا بقى؟ ايه رايك؟ تعرف تقول انت؟ طيب فكر كده. اس لازم تبقى greater than zero. تمام. اس لازم تبقى greater than zero. بالظبط. greater than او equal to اس هنا لازم تبقى greater than zero. بالظبط مظبوط صح. طيب هنا زي ما انتم شايفين في المثال ده لابلاس ادانا طريقه كمان بالنظريه الثالثه دي ان احنا نحسب لابلاس ترانسفورم الدوال مقسومه على تي، ما كناش بنعرف نحسبها قبل كده. وزي ما انتم شايفين برضو انا كل اللي انا مشيته ده انا عملت تكامل، بس ده مش تكامل لابلاس ترانسفورم، ده تكامل عادي خالص، تكامل بسيط خالص من اس لغايه انفينيتي لداله طلع لي 10 ماينس 1. فانا ما احتاجتش برضو ارجع للتعريف الاساسي بتاع لابلاس ترانسفورم. ف حتى الان احنا اللي نعرفه ايه؟ نعرف الديفينيشن بتاع لابلاس ترانسفورم. لابلاس ورينا ان لابلاس لمجموعه الدوال الاساسيه اللي احنا بنستخدمها سهل جدا، وادانا جدول نقدر نحسبهم منه، ادانا كمان ثلاث نظريات بيوسعوا الجدول ده جدا، بيخلوا ان انت تقدر تحسب لابلاس ترانسفورم لاي داله مضروبه في اكسبوننشال فانكشن مضروبه في بولينوميال مقسومه على تي.
فلابلاس ادانا الحقيقه طرق كتيره جدا لحتى الان نحسب بيها لابلاس بمنتهى السهوله. يعني هو ادانا طرق نحول بيها اي داله من التايم دومين للاس دومين. طيب لو جات لنا داله بقى من اللي احنا خدناهم دول او من اللي احنا خدناهم ممكن نحلهم بالنظريات، نقدر نحلها مباشره، يعني مش لازم نقعد بقى نثبت اللي احنا اثبتناه ده، احنا معانا جدول نقدر نستخدمه ومعانا نظريات نقدر نستخدمها على طول زي ما انتم شفتوا كده. طب لو كان بقى داله غير اللي احنا شفناهم ده خالص، يعني حاجه مختلفه، عايز مثلا لابلاس بتاع 10 ماينس 1 تي مثلا. لو داله غير موجوده خالص، اولا عايز لازم اتاكد انها التكامل بتاعها كونفرج، وما عنديش بقى طريقه غير ان انا اخد الداله دي كده زي ما هي احطها جوه التعريف الاساسي بتاع لابلاس ترانسفورم. طيب ده بالنسبه للابلاس. فكل اللي احنا خدناه في المحاضره دي غير ان احنا شفنا الابلاس بيستخدم في ايه، وعرفنا يعني ايه ترانسفورم، وعرفنا يعني ايه نحول من دومين لدومين، وشفنا ازاي بنحوله في حاله بولر كوردينتس، في حاله لابلاس ترانسفورم، في حاله التحويل من تايم للفريكوانسي او من تايم للكومبلكس فريكوانسي، شفنا كل الكلام ده في المحاضره دي. المحاضره الجايه هناخد العمليه العكسيه بقى، هناخد ازاي لو عندي في الاس دومين، ازاي بعد ما اخلص العمليات بتاعتي في الاس دومين ازاي ارجع تاني من الاس لغايه التي. طيب ده بالنسبه لايه للمحاضره دي. كنت عايز كده اعرف لو في اي حد عنده سؤال، عشان عايز اقول لكم على شويه حاجات. وليد اتفضل. دكتور، هو هنا بالانفرس ساين اوف 1 اوفر اس، هو مش الدومين بتاع الموجود جواها عادي ممكن انه يبقى ار عادي من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي؟ مش عارف، هو قلت المفروض انه يبقى اكبر من الزيرو، اشمعنى؟ عشان الابلاس بتاع الساين، عشان الليمت الابلاس بتاع الساين. كريم معلش، كريم كان عايز يقول حاجه. عشان الانتجرال من زيرو لانفينيتي فاكيد لازم يبقى اكبر من صفر. يعني اس انفينيتي المفروض، صح؟ الديفينيشن بتاع ساين اوف تي اوفر تي لابلاس بتاعها هو الانتجرال من اس لانفينيتي دي اس اوفر اس سكوير بلس 1، مظبوط؟ بالظبط. بص اتفضل، حد عايز يقول حاجه طيب قبل ما انا اجاوب؟ حد عايز يرد او حد عايز يتناقش؟ تمام يا وليد. طب كمل. اكمل ايه؟ انت كنت بتقول ان التكامل هنا من اس لغايه انفينيتي، طيب ايه علاقه ده بالرينج بتاع الاس؟ سوري كنت بتكلم ومايك مقفول. الاس المفروض انها يعني تخلي لي الانتجرال دي تكونفرج، اهم حاجه. تمام. اوكي تمام خلاص. كان عندي سؤال بالتي تو 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 ان باور، هي اللابلاس بتاعها التي تو ذا باور ان دي. دي تمام. بالظبط. هو دكتور دي خدنا في السيمي كوندكتور، وصلنا لشكل من الاشكال ديت عشان نحسب الكونسنتريشن بتاع الالكترونز في الكوندكشن باند او النمبر في الالكترونز في الكوندكشن باند، يعني في السيمي كوندكتورز. كان وصلنا بالاخر عشان نحسبها، وصلنا لشكل من الاشكال دي، والدكتوره قالت لنا دوت جاما فانكشن. يعني وانا كنت ماشي مع الدكتوره ووصلت لشكل كانت الان ب 1 هاف، تمام، والاس دي تعرفت اخلص منها، ويعني كان عندنا حاجه بسيطه وقدرت احلها بالبولر كوردينتس، تمام، اللي اخذناها في ماث 2، وصلنا شكل اللي هو سكوير روت اوف باي اوفر 2. فلو هنعمل نفس الكلام هنا، فالمفروض انه قلنا ان هي بتساوي ان فاكتوريال، مظبوط؟ تمام. فهنا لما كانت ب 1 هاف عندنا في السيمي كوندكتور، وصلت انها بتساوي سكوير روت اوف باي اوفر 2، وبالمحاضره وصلنا لنفس الكلام. فا ايه العلاقه هنا؟ يعني هل ديت جاما فاكتوريال 1 هاف فاكتوريال يساوي سكوير روت الباي على 2؟ 1 half factorial
لا بص بص، احنا واحنا شغالين هنا احنا عملنا فرض ان الاند بتاعتنا انتجر، تمام؟ الانتجر عموما، الانتجر ده لما بتيجي تحسب الفاكتوريال بتاع الانتجر بيتحسب زي ما احنا عارفين اللي هو ان اف ان ماينس 1 في ان ماينس 2 وهكذا. طيب الفاكتوريال ده على النقطه الثانيه. ايوه بالظبط، كنت عايز اسال على النقطه الثانيه. أيوة لو كان راشد تمام. الفاكتوريال ده بيستخدم في الحاله بتاعه ان الان اللي بحسب لها الفاكتوريال انتجر. طب لو الان مش انتجر، الحالة العامة بقى من الفاكتوريال هي الجاما فانكشن. الجاما فانكشن دي تقدر تحط جواها أي رقم تطلع لك ما يناظر الفاكتوريال بتاعه. الجاما فانكشن فعلا لو زي ما أنت بتقول، لو الان دي مش انتجر، التكامل ده هيطلع لي الجاما فانكشن، هيطلع لك بدل الفاكتوريال ان ده هيطلع لك بداله جاما فانكشن. جاما فانكشن أصلا هي الحالة العامة من الفاكتوريال اللي بتقبل إنها تاخد نص وتطلع لك ما يناظر الفاكتوريال. طب لو جاما فانكشن خدت انتجر هتطلع لك الفاكتوريال. فهي الحاله العامه، الشكل بتاع الجاما فانكشن هو شكل التكامل ده. التكامل الجاما فانكشن معرفه بشكل التكامل اللي انت شايفه قدامك ده. فهي الحاله العامه، احنا هنا تسهيلا يعني فرضنا ان الجاما فانكشن بتاعتي الان انتجر، فخدنا حاله خاصه من الجاما فانكشن اللي الجاما فانكشن فيها بتساوي الفاكتوريال. بس في الحاله العامه انت محتاج تستخدم الجاما فانكشن. تمام واضح الفرق؟ تمام. يعني دوت ممكن انه يبقى الديفينيشن يعني العام خالص بتاع الفاكتوريال. بالظبط. بالظبط بالظبط، ده الحاله العامه، ده الديفينيشن العام بتاع الفاكتوريال. يعني انه ممكن تبقى بقى، بس هل ايه هو الرينج بتاع ان هل ممكن يبقى من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي عادي، ولا في قيم لان مش ممكن نحسبها في حاله الجاما فانكشن ولا في حاله الان الجاما فانكشن؟ يعني الان هي ديت في ال... هل في رينج معين للان؟ الان عندنا هنا، الان عندنا هنا لازم تكون موجبه، يعني لازم تكون ان بوزيتيف انتجر عشان تقدر تحسب الكلام ده. لان لو دي بقت نيجاتيف فدي اتقلبت لواحد على تي اس ان، لو واحد على تي اس ان مش هتتعمل بالتجذيب، صح؟ صح. لان التفاضل، التفاضل هنا مش هيخلص لك، مش هتفاضل كذا مره ويخلص، بالعكس ده انت واحد على تي، حتى كل ما تفاضلها هتكبر اكتر، هيكبر القص في المقام اكبر. فاحنا هنا عشان تقدر تثبت الاثبات اللي احنا قايلينه ده لازم تفرض ان الان دي بوزيتيف انتجر، يا اما مش هتعرف تمشي خطوات الاثبات دي. خلاص تمام. تمام. بس فهنا الان لازم تبقى موجبه. عموما عامه يعني عامه الفاكتوريال يعني ما بيبقاش ليه معنى في النيجاتيف، يعني هو اصلا ما فيش معنى ان انا اقعد اعمل ناقص 3 في ناقص 4 في ناقص 5، ما لهاش معنى. الفاكتوريال عاده زي ما انتم شفتوا في البروبابيلتي احنا بنستخدمه كطريقه من طرق العد، فالفاكتوريال عموما يعني بيبقى ليه معنى بس وهو بوزيتيف، فعشان كده دايما الفاكتوريال بياخد بوزيتيف انتجرز في كل التطبيقات تقريبا يعني. لكن في السبيشال كيسز بتاعه الفراكشنز وال زي ما انت قلت الريال نمبرز، الجاما فانكشن بتحل محله، بتدينا الشكل العام للفاكتوريال. وبرضه الجاما فانكشن مينلي ديفايند في البوزيتيف دومين، يعني ممكن ترجع بقى في اي كتاب بتاع رياضه للخواص بتاعه الجاما فانكشن، هي اصلها موضوع كبير يعني. لما بندرس الجاما فانكشن دي لوحدها ممكن تاخد محاضره مثلا. تمام. يعني في بعض الفانكشنز كده لو انت دخلت كوميونيكيشن هتدرسها، اللي هي بيسموها السبيشال فانكشنز، اللي هي منهم الجاما، وفي منهم بقى الجرينز فانكشن، في كذا فانكشن كده معرفين بتكامل اساسا يعني. فهم بتاخد التكامل وبتاخد امتى ليه معنى وامتى ليه قيم وامتى دايفرجنت وايه الخواص بتاعه الجاما فانكشن دي بعد ما تاخدها. يعني الكلام ده لو انت دخلت كوميونيكيشن هتاخد الكورس ده، ما تقلقش يعني. بس انت دلوقتي اللي محتاج تعرفه ان الجاما فانكشن هي الجنراليزيشن بتاع الفاكتوريال، وبتيجي من تكامل شبه قوي اللي انت شايفه قدامك. تمام. طيب.
تمام. لو ما حدش عنده أسئلة ممكن كنت عايز أتكلم معاكم في شوية حاجات كده، أمور يعني بتخص المادة. أول حاجة عايز أقول لكم عليها بخصوص السكيشن، يا ريت السكيشن المفروض شغالة، وأنا نزلت لكم الأسبوع ده المسائل اللي المفروض تتحل في كل سكشن، يعني المسائل اللي المفروض تتحل في السكيشن أنا جمعتها ونزلتها لكم بالترتيب، يعني السكيشن هتلاقوها متسمية من أول توتوريال 1، توتوريال 2، توتوريال 3 وهكذا. وهنزل لكم الاسبوع ده كمان توتوريال 4، عشان يعني انا عايزكم تبقوا حاضرين السكشن بتفهموا المسائل اكتر بدكم تقعدوا تنقلوا يعني. وكمان اللي حابب فيكم يحل المسائل دي تاني او يتاكد ان هو حلها مظبوط او يسال فيها المعيد ممكن يبتدي يحلهم ويسال المعيد. رفعت لكم كمان المحاضرات تاني لان كان فيها غلطتين او ثلاثه كده تايبنج ميستيكس، فلان الحقيقه المحاضرات دي احنا كتبناها لكم من اول وجديد خالص الترم ده بشكل مختلف يعني بشكل اظرف يعني. يا ريت برضو لو اي حد فيكم لقى فيها اي تايبنج ميستيك او اي مثلا اشاره نيجاتيف كانت المفروض تبقى بوزيتيف او العكس او حاجه ناقصه يا ريت يبلغنا عشان نصلحها ونرفعها تاني عشان ما حدش يتلخبط يعني. فالمحاضرات النسخه الجديده منها بقت عندكم دلوقتي المتصلحه، وان شاء الله برضو خلال الاسبوع ده هبتدي انزل لكم محاضرات لابلاس ترانسفورم برضو كامله. فور ويكس الجايين احنا هنشتغل لابلاس، فهنزل لكم محاضرات لابلاس برضو اللي حابب فيكم يذاكر. ان شاء الله برضو الاسبوع الجاي هيبقى فيه كويز في السكيشن، الكويز ده هيبقى داخل فيه الاوردينري ديفرنشال ايكويشنز كامله الاربع محاضرات الاولانيين يعني فقط. دول هيبقوا في الكويز اللي في السكشن بتاع الاسبوع اللي جاي. في كمان اساينمنت رفعته لكم امبارح. الاساينمنت ده الحقيقه مش عارف انتوا سامعين عن الموضوع ده او حد كلمكم في الموضوع ده ولا لا. بدءا من الترم ده في تغيير في السياسه التدريسيه بتاعه المواد، ان احنا عندنا زي ما انتوا عارفين توزيع الدرجات 100 درجه على المنهج، فيهم 60 درجه فاينل، 20 درجه ميد ترم، و20 درجه ستودنت اكتيفيتيز. ال20 درجه دول كانوا متقسمين قبل كده ال 10 درجات كويز و10 درجات اساينمنتس. السنه دي الوضع اتغير، هم قالوا ان السياسه التدريسيه عشان نديكم انتوا وقت يعني انكم تحلوا من غير ما يبقى عندكم تسليمات كتيره قوي، كل اسبوع تسليم او كل اسبوعين تسليم، ابتدى يبقى في الاساينمنت دي هتتقسم عندنا في الماده مثلا لنوعين، نوع اسمه فورماتيف اساينمنتس، ده المطلوب منك ان انت تحله بهدف التمرين، انا مش هحط لك عليه درجات يعني، ده انت المفروض تحله وترفعه على السيستم، ولو عندك فيه مشكله ممكن تتناقش فيها مع المعيد، بس في الاخر انا مش هديك درجه على ده الا لو مثلا انت كنت من اوائل الناس اللي حلوه مثلا، ممكن اديك درجات بارتيسيبيشن او حاجه. فده هو النوع اللي انا نزلته لكم على السيستم اللي هو هتسموه هتلاقوا اسمه فورماتيف اساينمنتس. الفورماتيف ده الهدف منه انكم تتمرنوا مش ان انا اقيمك بيه. تمام؟ الدكتور خالد صلاح الدين قال لنا على حاجه شبه كده. ايوه. تمام. طيب انا بكلمكم، ما هو ده المفروض يحصل في كل المواد الحقيقه، بس انا بكلمكم برضو على الماده بتاعتنا وبرضو عشان تبقوا فاهمين ان ده المفروض يحصل في كل المواد بنفس الشكل. فدلوقتي الاساينمنت اللي نزل لكم ده انتم المفروض تحلوه وترفعوه على السيستم. اللي هيحلوا او الاول طبعا المعيدين مش هيعرفوا يعني يراجعوا لكم لكل الناس، بس هم انا يعني احنا متفقين ان اللي هيحل ويرفع السيستم بدري مش بقى الهدف خالص انك تاخد درجات ولا انك تنقله من زميلك، لا الهدف ان انت تحله من غير ضغط تتمرن عليه وترفعه، والمعيد هيصححه لك لو انت رفعت، لو كنت من اوائل الناس اللي رفعت يعني زي مثلا خلال الاسبوع اللي جاي ده اللي هيحل ويرفعه المعيدين هيصححوا له عشان يعرف غلطاته فين، ومن غير درجات برضو زي ما اتفقنا يعني. ده بس عشان ما حدش يقعد ينقل ويضيع وقت، او ايه الهدف فعلا انك تتعلم مش ان انت تحل وتنقل من زمايلك وتاخد درجات وخلاص. فده بالنسبه للفورماتيف. بالنسبه بقى هيبقى في اساينمنت تاني هيتعمل لكم سواء على جزء او على جزئين، هيجمع المنهج كله وهيترفع لكم مره واحده، ده بقى اللي هيبقى عليه درجات، ده اللي هيبقى عليه ال 15 درجه اللي باقيين من الستودنت اكتيفيتيز. الكويزز هتبقى عليها خمس درجات بس
سواء بقى نعمل اتنين ونجمعهم على بعض او نعمل اتنين وناخد المتوسط بتاعهم، بس في الاخر دول عليهم 5 درجات فقط. التاسك اللي انتوا هتعملوها او الاساينمنت المجمع ده اللي بيسموه سامتيف اساينمنت، ده اللي هيبقى عليه معظم الدرجه، عليه ال 15 درجه من الستودنت اكتيفيتي، مع الميد تيرم 20 مع الفاينل 60، يبقى كده ال 100 درجه كلهم بتوع المنهج. فالاساينمنت اللي نازل لكم النهارده ده يا ريت، انا بشجعكم جدا جدا انكم تحلوه بايديكم، لان زي ما بقول لكم هو مش عليه درجات، بس الحقيقه ان هو هيمرنك، وفي مسائل ام سي كيو، في مسائل عاديه، فهيمرنك على كل اللي احنا خدناه. والحقيقه يعني انا الموضوع السياسه التدريسيه ده حصل في الاسبوع الثالث، فعشان كده انا ما رضيتش انزل لكم اساينمنتس قبل كده، يعني عشان كده اتاخرت شويه، لان هو القرار اللي اتاخد بتاع التغيير ده لسه متاخد الاسبوع اللي فات. فعشان كده انا ما اديتكوش مسائل من الاول عشان لغايه ما الصوره توضح، عشان ايه ما يعني ما اقعدش اضيع لكم وقتكم واضيع وقتنا برضو في حاجات لسه هيبقى فيها كلام يعني. فبس فده التغيير اللي حبيت اقوله لكم. هل واضح كده ايه اللي مطلوب منكم؟ واضح. تمام. طيب عموما انا بشجعكم بقى جدا، لان احنا زي ما بقول لكم يا ريت اللي يحل الاساينمنت في خلال اسبوع مثلا او حاجه. انا متفق مع المعيدين نسبه من الناس اللي هتحل الاساينمنت كاملا وتوديه لهم بدري هم هيصححوه، او ممكن تقابلوهم حتى في الكليه.